السلام عليكم. تعرف إدارة الأزمات بأنها الاستعداد لما قد لا يحدث والتعامل مع ما حدث، وفي ظل ما اعترى العالم بأجمع من أزمة انتشار وباء فيروس كورونا والذي كشف القدرات والإمكانيات لدى دول العالم في وأد انتشار هذا الوباء، أظهرت حكومة المملكة العربية السعودية مدى حرصها وإمكانياتها بإجراءات احترازية استباقية شاملة على جميع الأصعدة، واستطاعت اللجان المشكلة بجهودها المبذولة على كافة الجهات الحكومية في المملكة والتي اتخذت التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره أن تبرهن على مدى متابعتها وبراعة إدارتها للأزمة العالمية. وفي هذا السياق وبناء على توصيات اللجنة المعنية ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة، أعلنت وزارة الرياضة اليوم عن تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والسباقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة ابتداء من يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر. حمد الله من شر هذا الوباء وبارك الله في جهود جميع أبناء هذا الوطن وأعانهم على ذلك. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة واللي أسعد بوجودهم معي في الحلقة، أبدأ بالكابتن والنجم خالد الزيد، الأستاذ عبد الكريم الزامل، الأستاذ سالم الأحمدي، الأستاذ فيصل المطرفي، الأستاذ عبد العزيز الغيامة، وأخيرا الأستاذ هتان النجار. مساكم الله بخير يا جماعة. حياكم الله. سعيدين بوجودنا الحقيقة، وأيضا سعيدين بجهود حكومتنا في مواجهة هذا الوباء العالمي. نعم. وإن شاء الله تتكلل الجهود بالنجاح، ومن يساعد على هذه على نجاح هذه الجهود لا شك الشعب السعودي والمقيمين في نفس. نعم. الوقت اليوم نحتاج وعي كبير. نعم. في هذا الموضوع. الدولة حماها الله قدمت كل الجهود في هذا الموضوع، كانت الإجراءات احترازية مبكرة في موضوع هذا الوباء اللي شفناه على مستوى العالم في مسألة الانتشار. قبل البداية سعدنا تواصلكم معنا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وأيضا عبر حساب القنوات السعودية الرياضية للاطلاع على آخر أخبار الدوري السعودي. سعدنا أيضا مشاركتكم معنا في هاشتاق الدوانية واللي يكون دائما ظاهر معك أسفل الشاشة. نبدأ الحلقة بالأخبار. أعلنت وزارة الرياضة تعليق النشاط الرياضي في السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة ابتداء من غد الأحد وحتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا. حقق الجواد ولد أخيل كأس المؤسس بعدما ظفر الجواد بشوط كأس المؤسس بقيادة الخيال لويس موراليس، وسلم الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية كأس المؤسس الملك عبد العزيز لإدارة إسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز. قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعليق كافة المسابقات الرياضية التي تقع تحت مظلته ابتداء من مباريات يوم غد الأحد 15 مارس. أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم السبت تأجيل مباريات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال حتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا. منح الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة المدرب الروماني راسفان لوشيسكو راحة للاعبين لمدة أسبوع، تضامنا مع قرار إيقاف الأنشطة الرياضية في المملكة وحرصا على سلامة اللاعبين والحد من انتشار فيروس كورونا. حقق فريق الأهلي لكرة الطائرة بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة بعدما تغلب على فريق الموج بثلاثة أشواط مقابل شوط. مع انتشار فيروس كورونا الجديد، وزارة الصحة كثفت من رسائلها التوعوية للمواطنين. مع انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا الجديد، كثفت وزارة الصحة بقيادة معالي الدكتور توفيق الربيعة من رسائلها التوعوية متنوعة الأهداف بين الأطفال والبالغين. كورونا الجديد هو فيروس من فصيلة فيروسات كورونا، وظهرت أغلب الحالات في مدينة ووهان الصينية في نهاية شهر ديسمبر 2019 على صورة التهاب رئوي حاد،
وما الرياضة السعودية إلا امتدادا للمجتمع؟ فبعد تحذير وزارة الصحة من التجمعات التي يفوق حضورها 50 شخص، أصدرت وزارة الرياضة قرارا بتعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية. وعلى صعيد كرة القدم، فالرسائل الموجهة من وزارة الصحة كان لها أثر على اللاعبين، فقد شاهدنا العديد منهم يبتعد عن المصافحة، وذلك بعد التحذير بأنها من أكثر أسباب انتشار العدوى. طيب بروح معك في البداية كابتن خالد على هذه اليوم شفنا المملكة العربية السعودية ممثلة باللجان العليا ومتابعة من الدولة من البداية، من بداية انتشار هذا الفيروس في متابعة دقيقة في إجراءات كانت وفق مراحل معينة، اليوم نوصل لي أيضا وزارة الرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء عليك أبو خالد، مساء على الزملاء الأفاضل والسادة المشاهدين. لا شك أنه يعني إحنا المتابعة يعني للخطوات الاستباقية والاحترازية التي اتخذها الدولة حفظها الله يعني ممثلة بإدارة الطوارئ وبإدارة الأزمات في المؤسسات والجهات ذات العلاقة بهذا، وأخص فيها تقريبا وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة الداخلية، واليوم نشاهد وزارة الرياضة تأخذ هذه الخطوة بالتنسيق مع هذه الجهات بتوجيه من الحكومة حفظها الله. أنا أقول إنه يعني أنا أعتبر المملكة العربية السعودية رائدة في هذا الجانب، في جانب اتخاذ الإجراءات الاستباقية، وشاهدنا والله الحمد يعني الخطوات السباقة في المنع والحظر وإيقاف منع في الآن في وزارة التربية والتعليم في للطلاب. نشاهد هذه الخطوة مع وزارة، وأنا أعتقد أنها متأخرة نوعا ما لأنها هي متزامنة يفترض فيها. شاهدنا يعني والله الحمد أنه هي رائدة في هذا الجانب، وأنا أعتقد أنه الأرقام يعني اللي تشاهدها اليوم والله الحمد هي ليست واردة، وهي يعني حاضرة من الخارج، ولذلك الخطوات الاستباقية اللي عمل فيها من خلال وزارة الصحة أنا أعتقد أنها خطوة جبارة جدا، لا يعني لا تأخذها لو متلائم الدولة في هذا المسعى. اليوم وزارة الرياضة ممثلة بسمو الأمير عبد العزيز، أنا أعتقد أنه هذا القرار يصب في مصلحة المواطن والمقيم وتزامنا مع إدارة الأزمات في أو في إدارة الطوارئ في هذه أو هذا الوقت. أنا أعتقد أنه بإذن الله إن شاء الله هذه النتائج تأتي ثمارها، نتمنى إن شاء الله أنه ما نشاهد في العالم يعني أجمع، إحنا يعني نشاهد العالم اليوم قرية صغيرة نشاهد فيها في الكل، أنا أتمنى أنها تأخذ يعني على هذا الجانب خطوات أخرى يعني في المجمعات التجارية في المطاعم. لا شك إحنا اليوم نعمل من خلال إدارة أزمة، واليوم في دور وفي نفس الوقت أن هذه الأمور يعني هي سيريس، هي جدية، ليست هناك يعني فيها تهاون. والدولة لما أخذت هذه الخطوات السباقة أنا أعتقد لابد إنه المواطن يعي ويستوعب هذا الجانب وهذا الفيروس اللي نتمنى بإذن الله إن شاء الله أن يكون إن شاء الله من هذه الخطوات بإذن الله نتائجها إن شاء الله إيجابية على هذه الدولة ومواطنيها. طيب الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتور علي الفرحان استشاري طب الأسرة. دكتور شكرا جزيلا على مداخلتك معنا اليوم وتوضيح الأمور. أسألك في البداية عن هذا الفيروس اليوم بالنسبة للمملكة العربية السعودية، كان الخطوات الاحترازية بشكل مبكر مع الإعلان عن انتشار هذا الفيروس، اليوم وصلنا إلى مرحلة أيضا على المستوى الرياضي فيما يخصنا، بدأنا بمنع الحضور الجماهيري، اليوم وزارة الرياضة توقف كل الأنشطة الرياضية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. بداية أنا أود أن أتقدم لك شخصيا بالشكر التلفزيون السعودي على دعوتي المشاركة معكم، وأتمنى إن شاء الله تكون المشاركة مفيدة. أنا كنت أستمع للأخوان يتكلمون، أنا حقيقة سعيد بما يعني سمعته، طبعا الوعي غير مستغرب، وهم هذولا من يعني ضيوفك من يعني القمم الرياضية الموجودة
بالمملكة. النقطة الثانية اللي ودي أقولها، أنا الفيروس طبعا هذا هو جزء من مرض. أنا أشتغل بالطب لي تقريبا أكثر من 30 سنة، وأشتغل بطب الأسرة، ومرينا طبعا بمآسي كثيرة بالعالم على أساس يعني الإنفلونزا في وقت من الأوقات قتلت 20 مليون في الخمسينات والستينات، يعني في يسمونها بانديميك أو جائحة مرت على العالم كثير. بالنسبة للكورونا أو المستجد هذا، هذا طبعا ابتدأ في منطقة بالصين يعني، وبدأ الموضوع ينتقل من بلد إلى بلد وهذا. والسعودية صراحة يعني الحكومة بدأت في وقت مبكر جدا وأخذت الموضوع بجدية، ونتعامل مع الموضوع بجدية عالية جدا الآن في كل القطاعات. أنا أعمل مستشفى مدير يعني قسم ومدينة ملك عبد العزيز الطبية، والموضوع مأخوذ بجد حتى على أعلى مستوى. يعني الموضوع في لجنة قائمة يرأسها وزير الصحة بعضوية جميع الوزارات المعنية يعني بالموضوع، وهم اللي يقررون القرارات هذه اللي طلعت منهم. احنا يهمنا حقيقة ودي أقوله الآن، يعني أنا ودي بس أذكر للجميع أن الخطوات اللي تقوم فيها الدولة مثلا، الخطوات لما يقولون مثلا يعطلون للطلاب، فالهدف أنهم يبقون ببيوتهم، مو الهدف أنهم يروحون يطلعون ويكشتون اللي يروحون يعني مطاعم ولا بأي مكان. المطاعم سواء هي مفتوحة ولا مغلقة يفترض أن احنا نقلل الروح لها بقدر ما نستطيع، إلا عند الحاجة القصوى. الآن قصور الأفراح، المحلات اللي فيها تجمعات كلها بدون استثناء تم يعني إيقافها أو منعها، وفي إجراءات أخرى عند الحاجة ستقوم اللجنة أكيد المعنية بالقيام فيها. بالنسبة للشيء اللي يخصنا إحنا كمواطنين ومواطنات، يعني الحاجة المهمة جدا وأنهم يعرفون أهم خطوة ممكن يقوم فيها الإنسان لحماية نفسه. الخطوة رقم واحد والثاني وثالث ورابع وعاشر هي غسل اليدين. الإنفلونزا المستجدة، الكورونا المستجدة هذه اللي هي كوفيد 19، هذه لو جت مثلا من لعاب إنسان مريض وقعت على سطح ممكن تقعد ساعات بالمكان، فلو جاء إنسان ومسكها ممكن تنتقل له. العربات حقت السوبر ماركت، والآن أنا أشوف كثير من المحلات بدأت تضع يعني شو اسمه جونتيات اللي هي الكفوف هذه الجلوفز تعطيها للناس، وبعضهم حاطين يعني محاليل كحولية لتنظيف اليدين. كل هذه خطوات مهمة، اليد هي الوسيلة اللي تنتقل منها، ويفترض أن الإنسان يتجنب بقدر الاستطاعة أنه يلمس وجهه، وإذا اضطر أنه يكح الإنسان إذا يستخدم منديل استخدام واحد ويرمي بعد كذا. إذا ما عنده منديل ممكن يستخدم مرفق اليد، يعني يحط يده كذا على وجهه على حوالين الكوع ويكح أو يعطس أو أي شيء من هذا. النقطة الأخرى المهمة جدا هو تجنب الشائعات. السوشيال ميديا هذه اللي هي زي تويتر، زي مثلا الفيسبوك وغيرها، يعني كلها هذه سلاح ذو حدين. يعني هذه ممكن احنا نستخدمها ونستفيد منها، لكن لابد الاستفادة تتم عن طريق جهات مسؤولة. يعني عندنا وزارة الصحة، في عندنا يعني مؤتمر صحفي، وعندنا ناطق وزارة الصحة، عندنا رقم 937 من وزارة الصحة ممكن احد يتصل فيه، والاتصال مفتوح والخدمة مفتوحة. ترى هذه تكلف يعني مليارات، مو ملايين، مليارات الريالات. صحيح. يعني الآن لو واحد يبي يسوي تحليل، التحليل أعتقد يكلف شيء زي 500 إلى 700 ريال. الدولة تسويه للمواطنين وللوافدين، يعني الضيوف عندنا هنا. صحيح. الكل يسوي التحليل، وهذا يمكن الإنسان الواحد لما ينشاف ويحلل حتى لو طلع سلبي ممكن يكلف حدود 1000 ريال. لما نحلل أعداد كبيرة جدا، هذا غير اللي يدخلون على المركزة وغيرهم، ولا فيه تفريق ما بين مواطن أو غيره، أي واحد مريض يتم علاجه. وهذه من الأشياء اللي يعني أنا أقول لك أنا لفترة طويلة أشتغل، والعمل اللي تقوم فيه يعني الدولة الله يعزها الحين يعني عمل غير مسبوق، لا بالنسبة للمملكة ولا حتى في خارج المملكة. يعني الآن قاعدين نسوي خطوات يعني حقيقة يعني شيء يعني قلت لك غير مسبوق. ولا أعتقد أنه في واحد جاي من السفر، تخيل يعني جاي من دولة من برا، كلموا وزارة الصحة يسألون إذا عنده أعراض ولا
يعني غيرها. في متابعة دقيقة للكل يعني. متابعة وفي جهد يعني شيء غير طبيعي. حاجة ثانية اللي ودي بس أتطرق لها أني أتشكر حقيقة أشكر جميع العاملين يعني سواء بالدفاع المدني ولا بالشرط ولا بالجيش ولا بالحرس ولا بأي قطاع يخدم الناس، ولا أنسى أيضا الأطباء والفريق الصحي اللي يعملون. يعني احنا دائما نكون ببيوتنا قد نكون، والفريق الصحي يعمل المكان، ومعرضين طبعا في كثير من الحالات تجي بالعالم حصلت فيهم وفيات، لكن هنا في حرص وفي يعني حذر جميع. يعني في يعني كشفنا على بعض العماله في مكان ما، لما خلصنا على الكشف عليهم طلعوا الحمد لله كلهم سليمين، في اثنين كان مشكوك فيهم طلعوا برضو سليمين. لكن لما خلصنا جبنا يعني فرقه كامله عقمت المكان، وهذا قبل ما يستخدمون الناس اخرين. يعني دكتور اليوم في المفترض يكون في دور خلينا نقول وعي عند المواطن وعند المقيم بمتابعة، أو خلنا نقول في نفس السياق بالنسبة للإجراءات اللي تعملها الدولة، أنه اليوم الوعي اللي يكون عند المتابع راح يخلي الأمور أيضا في حاجز كبير بيننا وبين هذا الوباء. ويفترض طبعا، شوف أهم حاجة أهم نقطة نقطة الإنسان المواطن هو اللي يمنع المرض واللي يجيب المرض يعني لنفسه. لأنه إذا كان يعني الآن لو مثلا المدارس عطلت الحين، مو عطلة على أساس الواحد يروح إجازة ولا يقعد مع عياله ولا. كلمني واحد من الزملاء اليوم يسألني يقول عديلي بيجي عندي من منطقة ثانية ويسأل هل عليه خطر إنه تجي كورونا أو يجي هنا؟ قلت له شو اللي يجي يعني، ما له داعي يجي على أساس إنه يعني يجلسون بشقة واحدة عائلة قد تكون من 15 شخص ولا غيرها يعني. ما هناك داعي، الهدف من الإجازة هو البقاء، كل واحد يبقى محله، والمحبة هذا إن شاء الله بدوها وروها لبعضكم لما يخلص تخلص المشكلة هذه إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله أنه يعني بالقريب العاجل نتخلص منها لما يتغير الأجواء، ويعني قد يكون بالصيف تكون تقل على الأقل على هذا. وأكد لكم أنا أنه مرينا في الكورونا السابقة وكانت السعودية يعني فيها حالات كثيرة، والحمد لله تخلصنا منها بأقل الأضرار. أنا متأكد 200% الآن أنه بإذن الله تعالى أن السعودية بتكون يعني سباقة. وكان في مؤتمر في أمريكا واحد من الزملاء حضره اللي يستشهدون بالجهود اللي تسويها السعودية هنا. اللي تصير ما سووها يعني أبدا، في دول أخذتها بحذر، في دول أهملت فيها زي إيطاليا مثلا، وبالأخير جتهم طلعت لهم حالات الآن. يعني حالات كثيرة جدا. لكن عندنا احنا لا، احنا بدينا الحمد لله مفكرين ولا زلنا الحمد لله الجهود يعني مستمرة. وأنا أكد لكم يعني إنه الموضوع مأخوذ على محمل الجد، ما في تهاون ولا فيها يعني تقصير أبدا من أحد. وبإذن الله تعالى يعني إن شاء الله، إنه تعرفون المستشفيات فيها ناس مثلا مناعته ضعيفة، في مرضى أورام، في مرضى قلب، في ما يستغنون عن المستشفى. اليوم يا دكتور الوزارة تعلن عن ثاني حالة أيضا تعافت من هذا الوباء. الحمد لله، وإن شاء الله الحالات تجي، ولكن لازم نتذكر إننا جزء من العالم، وإنه زيادة الحالات لا تعني إننا سيئين بالجهود اللي نسويها ولا إننا مقصرين. لا، زيادة الحالات تعني إننا جزء من العالم، لكن نسبة الزيادة وكيف الحالات. لما يجي واحد مثلا من دولة موبوءة وعنده المرض ويختلطون فيه جماعة بدون ما يهتمون الكلام اللي يعطى لهم، يعني هذه الدولة ما لها ذنب بالموضوع هذا. ولكن يعني نقول ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحمينا من المسلمين جميعا من الأمراض والإنسانية كلها حقيقة. يعني مرض ما نبي أبدا يصيب أحد ولا يجي، ولكن الإنسان ضروري 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 أن يتبع الإرشادات. يعني باختصار جدا، غسول غسيل اليدين باستمرار، إذا ما عنده كحول ممكن مويه وصابون، المويه والصابون 30 ثانية، الكحول يفترض أنه 20 ثانية. طيب يا دكتور، عندي برضو الزميل عبد الكريم الزامل يبغى يتداخل معك بسؤال، تفضل عبد الكريم. مساك الله بالخير يا دكتور، والحقيقة سعيدين بمداخلتك وهذه المحاضرة القيمة التوعوية الحقيقة اللي أتمنى الجميع يأخذ بها بالفعل. مثل ما قلت احنا أكدنا الفترة الماضية أن الإجازة المدرسية ليست إجازة كغيرها، إنما هي إجازة وقائية للبقاء في البيوت. صحيح. هذا أمر. الأمر السؤال يمكن اللي يخطر على كل بال المصاب،
هل وجوده في المستشفى يتلقى علاج معين؟ لأن يعرفه ما في علاج له، هو مجرد عزلة ويمكن ومخفضات حرارة فقط. هو فيروس طبعا، والفيروس هذا مختلف عن اللي قبله. هذا الفيروس يصيب الجهاز التنفسي ويصيبه بسوء، خصوصا الناس يعني اللي توفوا، الكثير من اللي توفوا أعمارهم متوسط العمر 81 سنة، يعني كبار بالسن، لكن الصغار عاده مناعتهم كويسه. فاحنا نعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على مناعه الانسان انه يكافحها. العلاج لما يدخل الانسان للمستشفى والرئه تكون مصابه، عاده يسوون له جهاز تنفس اللي هو الانتوبيشن، يحطون على جهاز تنفس على اساس يريحون الرئتين ما تتعب، وبنفس الوقت يساعدون الاجهزه البقيه، الاجهزه القلب، الرئه، القلب والكبد وغيره، والرئتين والكليتين، يساعدونها على اساس انها يعني لو في التهاب ثانوي ممكن يعطونه، يعني بكتيري ممكن يعطونه مضادات حيويه. لكن بالنسبه له كعلاج طبي له الان ما يوجد. في ابحاث، في يعني نجاحات تجي من هنا ومن هنا، طبعا كلها تذكر، لكن الى الان قد تمر في فتره يعني تطول او تقصر، ما ادري والله، لما يكتشفون له يعني لقاح او علاج. لكن كلامك صحيح، ما في له علاج. طبعا دكتور، برضو في البعض جالس يعني ممكن يتعرض للانفلونزا طبيعيه ويكون عنده هلع من هذا الموضوع، في مؤشرات له هي مساله اللي جالس او يتداول على مساله الحراره، انه الحراره ترتفع، هل هذا هو المقياس الحقيقي لانه انت عندك المرض هذا او لا، او انه الحراره اذا بقت لدرجه معينه؟ هو شوف انا اخوك، يعني بالكلام اللي احنا نقوله الان على اساس انه نعطي نصائح عامه، ولكن الحالات الخاصه، واحد عنده مثلا عنده رشح، عنده كحه، عنده حراره، مخالط انسان كان جاي من بلد برا، او انه يكون هو سافر الى منطقه موبوءه سواء داخل او خارج المملكه، كل هذه مؤشرات تدل على انه قد يكون عنده اصابه. لو عنده اعراض رشح وزكام وحراره يعني ننصحه انه يتوجه للمستشفى، لان الاطباء يعني حتى الطبيب لما يجوا الاعراض احنا ما نقدر نحكم انه عنده ولا ما عنده بدون المسحه الطبيه ورساله للمختبر، والتحليل يطلع خلال يمكن 6 إلى 8 ساعات يطلع التحليل. يعني ويتسوى مجانا بدون اي فلوس، ويسوون المختبر المركزي تابع لوزاره الصحه. الواحد عنده خايف، لكن ما نبغى الناس يرتعبون وكل عنده هذا، لكن بنفس الوقت ما نبغى برضه نقول للناس لا اطمئن، ما عندك الا ذاك، ما شو اسمه، يعني ترى لو جاء لازم احد نتعامل بجديه مع الموضوع. بالضبط، لو واحد مصاب ترى اللي يحصل انه المصاب هذا وزاره الصحه والمسؤولين الاخرين بيقومون بمتابعه الشخص ومراجعه كل الناس اللي اختلط فيهم، اذا راح بقاله، ركب طياره، ركب باص، ركب ما ادري ايش، كلهم بيجيبون الناس اللي يقدرون عليهم على اساس يسوون لهم يعني كشف طبي لهم. شكرا لك دكتور علي الفرحان، استشاري طب الاسره. اذا تبي تضيف شيء دكتور، تبغى تضيف شيء انت؟ تضيف نقطه اخيره، يعني في ناس كثيرين تشوفهم لابسين اقنعه ويمشون بالقناع اللي هو يسمونه سيرجيكال ماسك، او اللي هو القناع الطبي هذا العادي يلبسونه. في اقنعه انواع، في N99 يسمونه، اللي هو يمنع تقريبا 99% من الاشياء اللي تدخل الجسم للجهاز التنفسي، وفي N95، وفي العادي هذا اللي الناس يلبسونه. المفروض اللي يلبس القناع هما شخصين، اما شخص مصاب او شخص يعتني بمصاب، اما غير كذا ما يفيدهم. لو لبسوا، في ناس كثير يلبسونه يعتقدون انه لبسه للقناع يبي يحميه اذا لبس القناع، هذا غير صحيح. المطلوب انك لو واحد مريض لبسنا القناع، لو احد مثلا يعتني بمريض او مخالط نلبسه، اللي بيدخل مستشفى منشاه صحيه وهذا ممكن يلبسونه هناك. وبكل الاحوال المستشفيات، ونصيحه نصيحه نصيحه مهمه جدا للجميع، انه اي انسان ما عنده شيء ضروري انه يروح للمستشفى، فرجاء عدم الذهاب للمستشفى، لان المستشفى ترى أسوأ مكان للانسان. المستشفى ممكن تروح تلتقط منه التهاب، تلقط منه التهاب، او تصيب احد ثاني بالتهاب، واحنا في غنى عن هذا الان. طيب قبل ما اختم بس معك، برضو عندي خالد الزيد يبغى يتداخل معك، تفضل خالد. بس عليك دكتور علي، والله يعطيك العافيه على هذه يعني المحاضره الجميله واللي فيها توعيه يعني كامله. انا يعني شاهدت مع من قبل، انا نسميها اداره الازمات مع الجهات ذات العلاقه يعني ممثله في وزاره الصحه، هذا اسمها كذا، اسمها نعم.
يعني إدارة الأزمات. نعم، مثل وزير الصحة معالي الدكتور توفيق. وشاهدت تغريدة بعد ما يعني تم الإيقاف الدراسة في المدارس والجامعات. وشاهدت أنه هذا الجانب وقائي أكثر من أنه لا يوجد فيها طبعا حالات، ولكن يعني أنا أتمنى من الحملات التوعوية أنها تكون ذات جدية مع الجهات ذات العلاقة. اليوم نشاهد يعني إيقاف الأنشطة الرياضية وإيقاف المدارس، لم نشاهد مثلا في المجمعات التجارية وهي تحمل الكثير الأعداد من المقيمين والمواطنين، وقد يحمل أحد منهم هذه الفيروس. التجمعات في المطاعم والمقاهي والممشى الكبير للآخرين، أنا أتمنى مع الجهات ذات العلاقة وتحديدا وزارة الداخلية في المهمات والواجبات أو إدارة الحشود أن تأخذ هذا الموضوع بجدية، أن لا تأخذ هذه الفترة من خلال أنها إجازة للمقيمين أو المواطنين، ولكن يجب أن تكون التوعية لها يعني أساسيات، وأن يأخذ الأمر من خلال الدولة حفظها الله بجدية. أمانة الرياض أغلقت. نعم، أنا أتمنى أن هذا الجانب خاصة في المجمعات التجارية أن تأخذ بعين الاعتبار. أنا أضم صوتي لصوتك، ومو بس وزارة الداخلية، كل القطاعات اللي الموجودة وتقوم بالعمل سواء الصحي أو غيره كلها عليها واجبات، وكلنا حنا حتى كأفراد يعني كل من عنده معلومة يفترض أن يوصلها للناس. طيب، شكرا لك دكتور علي الفرحان استشاري طب الأسرة على كل هذه المعلومات وكل هذه التفاصيل المهمة على هذا الفيروس، وأيضا الوقاية والطرق المتبعة في حال هذا الموضوع. سالم الأحمدي، تعليقك على كلام الدكتور على اليوم قرار وزارة الرياضة بإيقاف الأنشطة؟ والله شوف عبد الرحمن، يعني بكل أمانة أنا استمتعت كثيرا بالمداخلة اللي كانت من الدكتور علي الفرحان، كان فيها إضافة كبيرة وفيها جانب تثقيفي كبير، تشكرون عليه في إدارة البرنامج على هذه الاستضافة، وأتمنى كل البرامج دورنا الرياضية وغير الرياضية أن يطلعون بهذا الجانب في هذه الأيام تحديدا. يعني شوف الوباء هو وباء عالمي، والمسألة أعتقد أنها تجاوزت الكثير من القيود اللي كانت بعض الدول وحتى بعض المنظمات تتحدث أنه في إطار محدود من الممكن القضاء على هذا الوباء. يعني أنا ممكن يعني أنت لو تحسبها على المملكة العربية السعودية، أنا أعتقد بل أجزم أن هناك مئات المليارات الآن السعودية تضخها في هذا الجانب. صحيح. عندما تعطل أو تقوم بتعليق الدراسة فهناك يعني هدر مالي كبير متمثل بالتزامات وارتباطات على وزارة التعليم. عندما تتحدث عن النشاط الرياضي أنت كذلك في هذا الإطار. عندما تعطل الرحلات الدولية أنت مسألة العمرة وغيرها من الأماكن السياحية التي كانت يعني هدف لكثير من الزوار والسائحين توقفت. كل هذا في نظر الدولة قليل أمام شيء أعظم وهو صحة المواطن. لذلك سبحان الله الصحة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أخبرنا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني أنت تشوف الحدث العالمي الكبير ذا العالم والعالم المتقدم بخيله ورجله وقف عاجز أمام هذا الوباء. يعني أنت تشوف المملكة العربية السعودية الآن هي تضرب مثل، يعني في كل سنة احنا كنا نتباهى بإدارة الحشود في موسم الحج. صحيح. اليوم نحن نتحدث، يعني اليوم أنا أحدث نفسي، أول شيء ترى نشر الطمأنينة في ساعات القلق هذا نهج الأنبياء. يعني مسألة نشر الفزع بين الناس ما هو صحيح. الدكتور أعطاك وسيلة جدا سهلة، والله العظيم في حساب وزارة الصحة تشوفه، في حساب كل الوزارات تشوفه، غسل اليدين بالماء والصابون جيدا. يعني التوعية سهلة جدا والوقاية من هذا الوباء سهلة جدا، ولكن على الناس أنها تقوم بهذا الإجراء. عدم المخالطة، عدم الذهاب للتجمعات، أشياء بسيطة جدا لو كل فرد قام فيها وكان عنده رقابة ذاتية وخلينا نقول توعية لشخص لنفسه تجاوزنا هذه كلها. يعني اليوم أنا استرجع بالذاكرة سنوات كنا نسمي وزارة الصحة وزارة الكحة. وكنا نسقط على وزارة الصحة بكثير من الإسقاطات. صحيح. اليوم نحن نتباهى بهذه الوزارة العظيمة. أنا لست من منسوبي هذه الوزارة. ولكن كلمة حق يجب أن تقال. عندما تشاهد تفاعل الدكتور توفيق الربيعة في مواقع التواصل الاجتماعي، عندما تشاهد الوزراء يتعاونون كل واحد من حسابه الشخصي أو من حساب الوزارات الأخرى مع وزارة الصحة
أنت تعرف أن إدارة الأزمات في المملكة العربية السعودية تقوم بجهد كبير تحت مظلة القيادة الرشيدة. فبالتالي العمل العظيم اللي يقوم به أخواننا في وزارة الصحة يجب أن يشكر من الجميع. فعلا. يعني يجب الممارسين الصحيين يعني هم الآن في على زي ما تفضل الدكتور المستشفيات هي منطقة خطيرة جدا. نعم. كل الممارسين الصحيين الآن نسبة الإشغال عندهم 100%، ما في إجازات. صحيح. فبالتالي هؤلاء يستحقون منا الشكر والتقدير والعمل الكبير اللي يقومون فيه. وزارة الصحة يعني تشوف حساباتها الشخصية فيها رسائل توعوية عظيمة جدا. نجي للجانب الرياضي. يعني أمس انتهى البرنامج، يمكن أنا هاتفتك بعد البرنامج. أنا قلت لك مصادري تؤكد أن الآن هناك اجتماع لسمو وزير الرياضة مع عدد من الأجهزة، قد يكون وزير الصحة. أنا المصدر يعني قال لي في اجتماع الآن، كانت الساعة 1:30. أنا كلمتك 2 كلمتك. يعني نتفاجأ ثاني يوم الصباح يصدر قرار تعليق النشاط الرياضي. فبالتالي هذا يدل على يعني حكمة القيادة الرياضية وأنها متواصلة بشكل كبير جدا مع وزارة الصحة. يعني أصلا هذه الأشياء ما فيها لعب. يعني أنا ما عندي، يعني في بعض الأشخاص يقول لك يعني خلي كرة القدم تستمر بدون جمهور. مو صحيح. عدد الأشخاص اللي في كرة القدم في الملعب بدون جمهور ترى مع الأجهزة الفنية والإدارية والمراقبين والحكام وكل العاملين يتجاوز 100 شخص. فبالتالي سالم قرار الموضوع ما هو كرة قدم، ما هو كرة قدم، الموضوع ما نحصره في موضوع لذلك كرة قدم. لذلك موضوع أشمل. نعم. لذلك بعض الأطروحات أعمل. لذلك بعض الأطروحات يجب أن تتجاوز الأندية بكل أمانة. يعني اليوم إحنا أمام حدث وخطب جلل، يعني بمسألة أني أحدثك بميولي هذا يعني فيها إساءة لشخصي أنا أني أحدثك بالميول في هذا المقام. يعني المقام لا يتسع أني أحدثك عن أهلي واتحاد وهلال ونصر. اليوم نحن دورنا كإعلام يعني في رسائل توعوية اليوم جميلة جدا. نادي الهلال، لاعبي الهلال ظهروا في مقطع فيديو ثم يغرد رئيس النادي أعتقد من حساب شخصي، رئيس النادي الأهلي اليوم الأستاذ عبد الله مؤمن نفس الكلام. في النصر يعني نجوم الأندية، نجوم الأندية رئيس النصر، نجوم الأندية السعودية، إدارات الأندية ترى نسبة المشاهدة للدوري السعودي وللرياضة السعودية. أنا وجهة نظري الشخصية أن المواطن السعودي بنسبة 60-70% مهتم بكرة القدم وتحديدا كرة القدم والأندية هذه. فبالتالي أنتم أكبر وسيلة إعلامية لنشر الثقافة التوعوية لهذا المشجع وهذا المواطن بالوجه العام، يصل الرسالة بشكل واضح. فبالتالي احنا برنامجنا اليوم هذه ايضا مداخلة الدكتور، حديث الزملاء، يعني الاشياء جدا بسيطة. الزم مكانك، يعني في حتى انت لو ترجع بالتاريخ يعني حدث الانبياء باشياء كثيرة في هذا الجانب. صحيح. فبالتالي انا اتمنى اترك المجال للزملاء، ولكن يعني فعلا الوقاية سهلة جدا ولكن علينا اتباعها ولازم نكون جديين. نعم. في الموضوع. طيب خليني اروح بس لشوف تقرير وبكمل معكم ضيوفي في نفس الاطار. فيروس كورونا يعطل الرياضه حول العالم، ابرز الاجراءات الرياضيه التي قامت بها المملكه العربيه السعوديه للحفاظ على سلامه الرياضيين والجماهير في هذا التقرير. اصبح فيروس كورونا وباء عالميا يهدد معظم دول العالم بسرعه انتشاره. عمدت بعض الاتحادات الاوروبيه الى ايقاف الانشطه الرياضيه في اوروبا نظرا لاصابه بعض الاشخاص التي وصلت لآلاف الإصابات في بعض الدول الأوروبية. فبعد إصابة بعض الرياضيين مثل مدرب الأرسنال أرتيتا مدافع اليوفي روغاني وإصابة عدد من لاعبي الدوريات الأوروبية ولاعبي رابطة السلة الأمريكية، أوقف عدد كبير من أهم دوريات العالم مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي والإنجليزي والإسباني والفرنسي والهولندي لمنع حدوث أي إصابات أخرى وتفشي الوباء العالمي بين اللاعبين والجماهير. واتجه بعض اللاعبين العالميين إلى أداء التمارين اليومية في المنزل وعدم مخالطة اللاعبين الآخرين خوفا من انتقال المرض بينهم. وفي خطوة مبكرة وحرصا على سلامة الجماهير الرياضية، تقرر إقامة الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تواجد الجماهير قبل أن يصدر قرارا بتعليق الأنشطة الرياضية ابتداء من يوم غد الأحد. وثمن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الاهتمام الذي تجده كرة القدم من القيادة الرشيدة ووزارة الرياضة بالحرص على سلامتهم ودرء المخاطر الصحية عنهم، معبرا عن تقديره العميق وشكره للخطوة التي أتت لمصلحة الرياضة السعودية ومتابعيها.
طيب اخذ اتصال هاتفي ايضا مع وكيل وزير الرياضه لشؤون العلاقات العامه والاعلام الدكتور رجاء الله السلمي. دكتور رجاء، اليوم هذا القرار اللي اصدرته وزاره الرياضه حول ايقاف الانشطه الرياضيه واللي ياتي تماشيا مع كل اجراءات للدوله في اداره الازمه من خلال تفشي فيروس كورونا، تعليقك دكتور. شكرا جزيلا لك وتحيه طيبه لضيوفك وللساده المشاهدين والمشاهدات. صحيح كما ذكرت هي قرارات احترازية وقائية، الهدف الأساسي منها الوقاية والسعي لسلامة المواطن والمقيم، وهذه تتماشى وتتسق مع كثير من القرارات التي تمت خلال الفترة الماضية، وهنا علينا أن نفخر كثيرا بما جرى من أجهزة الدولة وبما قدمته مملكتنا من خطوات واثقة ومتقدمة الحقيقة في السعي لإيجاد خطوات احترازية وقائية وإجراءات بدأت منذ فترة، وندرك جيدا أن الهدف الأول والأخير منها هو السلامة والحد من الانتشار لهذا الفيروس، والسعي لأن تكون سلامة المواطن والمقيم هي الأساس في كل شيء. لذلك جاء قرار تعليق النشاط الرياضي، تعليق المسابقات في كافة الاتحادات وكافة الألعاب، وأيضا إغلاق المراكز والصالات الرياضية الخاصة بعد التنسيق مع اللجنة المعنية والمتابعة لمستجدات الفيروس. دكتور رجاء، كنتوا في اجتماعات كثيرة على هذا الموضوع، كان الحديث في الأيام الماضية أيضا على مستوى الإعلام في انتظار أنه يكون هذا القرار موجود. بغض النظر عن هذا الأمر، أنت تعرف أن هناك لجنة تتابع كل هذا الأمر، لجنة عليا وهي معنية من كافة أجهزة الدولة وكافة وزاراتها ومن بينها وزارة الرياضة، وأعتقد أن التقارير التي ترد إليها هي التقارير التي من خلالها يتم اتخاذ القرار. أعتقد أن دورنا كإعلام، سواء كان إعلام رياضي أو غيره، لكن لأن الإعلام الرياضي يحظى بتأثير كبير وقبول أكبر، أنا أعتقد أن واحدة من الأشياء المهمة التي يجب أن نعمل عليها اليوم وغدا وبعده دائما هي مزيد من الوعي، مزيد من المساهمة في التوعية، مزيد من العمل مع كافة الأجهزة الأخرى بما يحقق توعية أكثر لدى الجميع، وبما يحقق إجراءات وقائية لكل فرد من أفراد مجتمعنا ووطننا الغالي. أعتقد أن هذا الأمر إن شاء الله تعونه وتدركونه جيدا، ويدركه كل الزملاء الإعلاميين، إلى جانب الدور الكبير الذي أيضا يقع على أنديتنا ومن خلال حساباتها، من خلال لاعبيها، من خلال المؤثرين فيها. وهذه مسألة أثق تماما أن الجميع يدركها والجميع يجب أن يعمل عليها، لأن هذا واجب وطني علينا جميعا. صحيح. أن نقوم به. دكتور، أيضا رسالتكم بالنسبة للجمهور الرياضي والمتابع الرياضي. اليوم الإجراءات التي اتخذت هي إجراءات احترازية وقائية، الكل يساندها والكل يقف معها، والكل يجب أن يبدأ بنفسه في أن يقوم بالواجب الذي عليه قبل أي شيء آخر، وأعتقد أن الكل يعي هذه المسألة وهي مسألة وطنية بعيدا عن أي جوانب أخرى. وكيل وزير الرياضة لشؤون العلاقات العامة والإعلام دكتور رجاء الله السلمي، شكرا جزيلا دكتور على هذه المداخلة وهذا الحديث حول هذا القرار. أروح معك عبد العزيز الغيامة. والله شوف، يعني انا اعتقد من خلال احنا الايام اللي نعيشها في الفتره الاخيره، خاصه في الايام او في خلال الاسبوع الاخير، انا اعتقد ان في رضا كبير واطمئنان كبير من جانب في المجتمع السعودي مقابل هالاجراءات الاحترازيه الوقائيه اللي تقوم بها يعني الجهات الحكوميه ذات العلاقه في الدوله والمعنيه في محاولة محاربة ومكافحة هذا الفيروس يعني الخطر جدا. أنا أعتقد أن يعني واجبنا إحنا كإعلام سعودي بغض النظر يعني رياضي أو غيره أننا نحاول أن نوصل رسائل توعوية. يعني أنا أعتقد اليوم شفناها في وسائل التواصل الاجتماعي خلال بعض أو خلال يعني الأندية الكبيرة واللي لها تأثير كبير، و
مسؤولي الأندية من خلال توجيه رسائل توعوية تطالب المجتمع بضرورة الانتباه وضرورة الالتزام في المنازل وعدم الاختلاط مع الآخرين والابتعاد عن التجمعات اللي بالإمكان أنها تضر أو تنقل لك هذا الفيروس. أنا أعتقد من أهم يعني الأشياء اللي يجب علينا إحنا نوصلها للمجتمع أن المرحلة الحالية هي ليست مرحلة تنزه في مولات وفي مجمعات تجارية أو سفر أو من هذا الكلام. يعني يجب على العائلة أن تبقى في منزلها حتى إن شاء الله تزول هذه المشكلة اللي يواجهها العالم كله وليست تواجهها فيها. أنا أعتقد أن السعودية يعني وهذا أعتقد أنه يعني إحنا قاعدين نشوف أنا أقرأ في الصحافة العالمية يعني خطواتها وإجراءاتها تجد إعجاب كبير على مستوى العالم حتى في يعني في 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 الصحافة العالمية الصحافة الأمريكية تحديدا يثنون بشكل كبير على قرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والجهات المعنية في هذا الموضوع. وزارة أنا بالنسبة لي ما استبعد هذا الشيء لأني أنا مؤمن أن بلدنا يعرف يدير الأزمات صحيح ومتعود استثنائي أنا أعتقد ما له مثيل على مستوى العالم أبدا. ليش؟ لأن إحنا دائما عندنا في السنة تقريبا 10 أيام ندير 3 ملايين 4 ملايين نتكلم على موسم الحج صحيح. هذه أعطتنا خبرة كبيرة وخبرة واسعة جدا. لا يوجد مثل السعودية أنا أعتقد أنها تدير مثل هذا الحشد ويسمونها إدارة الحشود. السعودية رقم واحد في إدارة الحشود وسنوي. وبالتالي أنها تستطيع أنها تعرف يعني إدارة الحشود ليست فقط إدارة ناس وإنما صحة ومحاذير وأشياء كثيرة وأمن. فبالتالي هذه وتنظيم أيضا كل هالأمور هذه كلها السعودية أنا أعتقد لا يوجد لها مثيل على مستوى العالم في مثل هذه الأمور وتشهد لها كل يعني دول العالم. الإجراءات اللي أخذناها لاحظ من أسبوعين تقريبا من يوم 28 أو 27 2 أو 27 فبراير وإحنا قاعدين نحاول إجراءات متتالية وفقا للمرحلة. نعم. لاحظ وفقا للمرحلة. الأمور دائما لا تجي فقط ما تأتي فقط مجرد أنك يلا ألغي الموسم مثلا رياضي كذا إحنا لا الأمور تأتي بالتأجيل. الأمور تأتي وفقا للتقارير ومتابعة في تقارير يعني الحكومة على خط ساخن مع منظمة الصحة العالمية وعلى خط ساخن مع ما يجري في دول العالم الكبرى في أوروبا في أمريكا وفي في الدول في الصين في الدول اللي لها يعني تأثير كبير وحضور كبير. وبالتالي كل الإجراءات الوقائية الاحترازية اللي قامت بها المملكة العربية السعودية أنا بوجهة نظري أنها كانت صراحة يعني مثار إعجاب وأعطت راحة كبيرة للمواطن والمقيم. حتى المقيم يشعر بهدوء يشعر بطمأنينة. نفس الشيء بالنسبة يعني أخيه المواطن. هذا الشيء هذا كله يعني أنا أتصور أنه يعني إحنا فقط بحاجة إلى أن إحنا نصبر وبحاجة إلى أن إحنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحمي وطننا ويحمي بلاد العالم كله يعني ويعني والحمد لله بصراحة يعني أنت الآن قاعد تقرأ في ذا اليومين اللي راحت أنا أشوف أخبار مبشرة يعني الآن أنت قاعد تحكي عن 75,000 من اللي من ضمن 125 تقريبا تماثلوا للشفاء. الصين الآن تقريبا 62 أو 63 ألف تماثل للشفاء من أصل تقريبا 80,000. هذه كلها ترى أخبار مبشرة. اليوم عندنا في السعودية في خلال أقل من 12 يوم 13 يوم ثاني حالة يتم تشافي فيها وهذا يعني بفضل الله في نسبة شفاء. هذا بفضل الله هذا يدل على أن هناك عمل كبير تقوم به المستشفيات أو الصحة بشكل عام. مثل ما احنا نفاخر دائما بجنودنا احنا نفاخر ايضا بجنودنا في الصحه والله يستاهلوا يعني اعتقد انه يعني هذا الشيء مشرف بالنسبه لنا ويعني يعطينا صحيح. نوع من الفخر يعني بكوادرنا حتى النجار. والله زي ما ذكروا الزملاء فيما يتعلق بموضوع الفيروس والانتشار الكبير اللي صاير في هذا اليومين حقيقة الجهد اللي بتقوم فيه وزارة الصحة ممثلة في وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع وفريق العمل اللي بيواجه هذه الأزمة
بمنتهى الحكمة والثقة الكبيرة حقيقة، لدرجة أنه زي ما ذكر الدكتور علي فرحان أنه في مؤتمرات وندوات طبية أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية تم الإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مواجهة فيروس كورونا في وقت سابق، واليوم ما شاء الله تبارك الله لم تقصر وزارة الصحة من خلال الحملات التوعوية والرسائل التي تصدر من هنا وهناك فيما يتعلق بمواجهة الفيروس وانتشاره السريع اللي تم في الفترة الماضية. حقيقة اليوم احنا نطالب ايضا بنوجه رسائل للمواطنين والمقيمين انه عملية الوعي الشعبي ايضا مطلوب، لابد من الاستجابة للحملات التوعوية والعمل على الوقاية والحرص على الذات. يعني حقيقة اليوم لابد انه نستجيب للرسائل التوعوية من خلال تجنب التجمعات و الخروج ومخالطة المصابين، أيضا لابد من الإفصاح، يعني أي شخص حضر أو عاد من دولة موبوءة لابد أنه هو يبادر إلى الإفصاح ويكشف عن الوضع الصحي بالنسبة له. إن شاء الله بإذن الله تعالى في ظل هذه الحملات وفي هذا العمل الكبير والجهد الجبار حقيقة اللي تبذل وزارة الصحة، أيضا المؤتمرات الصحفية اللي بنشوفها بين اليوم والآخر يعني تطمئنان الناس على الوضع اللي وصل له الفيروس والحالات اللي بفضل من رب العالمين بتقل، وبنشوف أنه في حالات تشافي كبيرة، هذا أمر إيجابي الحمد لله. إن شاء الله بإذن الله تعالى أقول أنه إحنا بإذن الله في المملكة العربية السعودية ومن خلال الاستجابة لهذه التعليمات نصل إلى مرحلة إن شاء الله يقل فيها المرض ولا ينتشر ولا تتسع في الدائرة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يختفي تماما إن شاء الله. فيصل المطرفي، حتى مثلا من حديث الدكتور علي كان يتكلم حتى على المصادر اليوم أنك تأخذ كل التعليمات، اليوم وزارة الصحة جهود كبيرة على مستوى التوعية والمتابعة، أنه اليوم المواطن المقيم عليه أن يأخذ هذه الإرشادات من وزارة الصحة مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك زميلي عبد الرحمن، جميع الزملاء الكرام والمشاهدين. صراحة يعني جهود يعني تستحق الفخر، كل الجهود اللي تقام من حكومتنا الرشيدة وطبعا من كل الجهات، وعلى رأسها طبعا وزارة الصحة ممثلة بمعالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة وكل فريق العمل، وأيضا من رجال الأمن اللي في المنافذ، يعني اليوم شفنا أيضا خلال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة يؤكد أنه كشف على أكثر من 600,000 شخص يعني من خلال المنافذ، يعني هو عمل متكامل خلال الفترة الماضية، أكد أنه هناك عمل مدروس جدا، وأيضا من خلال الفرض المؤتمر الصحفي أكد أنه القرارات كانت مدروسة جدا وأسهمت في الحد من انتشار هذا الفيروس. مثلا من خلال المؤتمر الصحفي للدكتور محمد عبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أكد أنه تعليق أيضا العمرة في الفترة الماضية أسهم من الحد من انتشار هذا الفيروس في الفترة الماضية، لذلك كان عمل متكامل جدا ومدروس من الجهات ذات العلاقة، وتشعر أن هناك خلية نحل وعمل متكامل ومدروس خلال يعني خلال 24 ساعة في كافة الجهات الرسمية، لذلك أن الصراحة نشعر بالفخر جدا بما يقدم من وزارة الصحة الجهات الصحية كاملة، وفعلا هذا العمل انعكس على المملكة العربية السعودية في الفترات الماضية، هي فقط مسألة وعي الآن، مسألة وعي، وأن نراهن بإذن الله على المواطنين في الفترة القادمة الآن في كافة المستويات، الآن عليهم استقاء المعلومات من الجهات الرسمية الجهات المتخصصة، وأيضا هذا ما أكد عليه وزير الصحة وأيضا المتحدث الرسمي، فقط الابتعاد عن الشائعات سواء من وسائل التواصل الاجتماعي أو الواتساب أو غيره. الآن فقط استقاء المعلومات من الجهات الرسمية فرضا، الآن عمل أكثر من رائع في منصات التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة وتقديم المعلومة أول بأول، وأنتم ممكن قدمتوا معلومات من ضمنها من وزارة الصحة، لذلك وتحديث المعلومات أول بأول، لذلك الابتعاد عن فرضا التجمعات، الابتعاد عن فرضا المصافحة، الاستغلال فرضا الفترات الحالية حد من الخروج فرضا في أماكن التجمعات، لذلك كل هذه التفاصيل والاستماع للمعلومة من المتخصصين ومن وزارة الصحة هي الآن فرضا اللي نراهن فيه على الوعي في الفترة القادمة، ونتمنى بإذن الله السلامة لكل المجتمع. فيما يخص الرياضة، هي الفترة الماضية عشان نكون واضحين كان التركيز فقط على الميول، إيقاف دوري هلال ونصر، رغم أنه كنا نتمنى يكون الطرح بشكل أكبر،
لان الرياضه ما هي تشمل فقط الدوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين. نعم. هي تتكلم عن العاب مختلفه، تتكلم على ايضا انت تتكلم عن انديه خاصه. نعم. تتكلم الناس يمارسون الرياضه بالانديه الخاصه. نعم. يعني صحيح يمكن انا وسالم ما نمارس الانديه ما نمشي في انديه واضح، لكن واضح. إيه؟ ما يحتاج لكن نتكلم في انديه خاصه يعني على مستوى ابعد. صح. لكن كان الطرح للاسف فقط على دوري كاس الامير محمد بن سلمان المحترفين. أيه. لكن ان نتكلم لما يكون القرار على مستوى دوله ما ينظرون فقط على كاس الامير محمد بن سلمان او فقط الدوري. نعم. كان القرار على كل المسابقات. نعم. لمصلحه عامه للاول شيء طلع القرار للجماهير والان يظهر لكافه الانديه، هو طبعا يبحث لمصلحه المجتمع بشكل عام. نعم. ابو حسن، اولا كلمه حق يجب ان تقال في الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي العهد. الحقيقة كانت قرارات وإجراءات سريعة ومتتالية وحازمة. هذا الأمر يمكن كثير من الناس تفاجأوا فيها، بل البعض رأى فيها مبالغة، لكن دائما القيادة ترى ما لا يراه الآخرين أو ما لا تراه الشعوب. دائما القيادة ترى أبعد، يعني ترى يعني هي هم ما نظرة أشمل. نعم، ما تحملوا المسؤولية وجاءوا في هالمكان إلا أنهم تحملوا أمانة شعب. يعني أنت تتكلم الآن على صحة، على موت وحياة، قضية مش قضية والله أمور اقتصادية ولا أرفع البنزين ولا نزل البنزين، لا يا حبيبي، الأمور الحين يقول لك حياة شعب. ممكن هذه الآن منظومة صحية لا سمح الله تنهار في أي لحظة تنتهي الدولة، يعني ما بالتالي عندما اتخذت هذه الإجراءات السريعة الواحد الآن يقول والله الحمد لله أني سعودي. يعني الآن أنت في هذا البلد اللي قاعدين نشوفه الآن الدولة أو الحكومة ضحت الآن بمليارات. صحيح. الريالات في مقابل حماية الشعب. نعم. أوقفت أمور اقتصادية تدر على الدولة مليارات. نعم. أوقفتها، ما فكرت فيها، ما فكرت أصلا هالميزانية وضعت لمين، هي وضعت للشعب. نعم. الدولة ستتكبد خسائر كبيرة ولكنها كلها ذهبت من أجل المحافظة على الأمن الصحي في المملكة العربية السعودية. الوضع اللي قاعدين نشوفه الآن الحقيقة أصبح مضرب مثل، وكثيرا أنا أقرأ في تويتر وأدخل مثلا في دول أخرى تتمنى أن دولها اتخذت نفس الإجراءات اللي اتخذت في المملكة العربية السعودية في عملية إيقاف الرحلات، منع السفر لبعض الدول، إيقاف الرحلات اللي تأتي من بعض الدول، قرارات جريئة وسريعة. بعض الدول أعطلك بين قوسين كان في خوف أنها توقف الرحلات مثلا مع إيران على سبيل المثال. نعم. يا أخي يعني انت تصل لهذه المرحله، هذه المملكه العربيه السعوديه لم تفكر في اي دوله من العالم، اوقفت من ترى ان هذا الوباء قد يتسبب في الوصول الى المملكه العربيه السعوديه من خلال او يضر الشعب او المقيمين. كان الهدف المحافظه على هذا الانسان الذي يعيش على ارض المملكه العربيه السعوديه. والله الحقيقه الامر يعني انت تشوف الان على سبيل المثال الان يمكن كثيرين مثلا يتمنى انه يعيش في امريكا. لا يعلم لو الواحد يروح أمريكا مثلا على سبيل المثال، يا أخي أنا أبنائي اثنين تخرجوا من أمريكا آخرهم قبل شهرين كلهم حصلوا عمل في أمريكا ممكن يأخذون جنسية. نعم. رفضوها وجوا هنا في السعودية. آخرهم عبد العزيز يقول لو أجلس بدون وظيفة في السعودية عاطل أفضل لي من أعيش في أمريكا وأعمل وأعطى الجنسية. نعم. يعني شوف الحب وين وصل عند الشباب، هذول أعمارهم 20 22 23 سنة. نعم. يعني إحنا نتحدث يعني أنت لما تشوف هنا في كثير من الدول الأخرى يتمنى أنه يهاجر لأوروبا، يتمنى أنه يهاجر لأمريكا، يعني يصرف ما وراه دونه. عيالنا يروحون لأمريكا الآن يقول بس متى أخلص مدرسة عشان أرجع للسعودية، يقول لا أرجع لو ما أشتغل أقعد في بلدي. يعني شوفوا شلون الفرق، لأنه راح وشاف وعرف هناك. تصور الآن الدراسة ما أوقفت هناك. صحيح. في المراحل ليه؟ بسبب الوجبات الغذائية اللي يأخذها الطلبة 22 مليون تصرف لهم وجبات، لأن لو توقفت الدراسة ممكن يموتون جوع. يعني بعضهم عايش على الوجبات المدرسية، يعني أسر فقيرة هناك عايشة، الطلاب عايشين على الوجبات اللي قاعد يأكلها في المدرسة. الحمد لله على يعني شوف الحمد لله هنا النعمة اللي حنا فيها. شوف الآن الحمد لله يعني الوضع أنت شايف الناس عايشة بوضع طبيعي، فقط الدولة طلبت من المواطنين
والمقيمين حاجة واحدة، تغيير السلوك الاجتماعي. يغير سلوكك الاجتماعي خلال فترة لك. محددة. نعم فترة محددة. في ناس مش راضية تتغير سلوكها الاجتماعي، هذه مصيبة. أنت الآن ضررك، أنا إيش ذنبي أنا ولا أنت عبد الله؟ أنت متقيد، يجي واحد ممكن يتسبب مثلا في إصابتك. صحيح. بعدم تغيير السلوك الاجتماعي. ومثل ما قال الأخ سالم، عملية إحنا يجب إحنا نرتقي نبتعد عن الميول، والأخ فيصل وأيضا الدكتور رجال الله السلام وكيل وزير لشؤون العلاقات والإعلام في وزارة الرياضة، قال إحنا كإعلاميين وخصوصا الرياضيين علينا مسؤولية كبيرة. صحيح. لأن لسببين، أولا الإعلامي الرياضي متابع مؤثر ومؤثر على الرياضيين. صحيح. بس مش كلهم مؤثرين. أيوة. المؤثر صحيح. الرجل اللي قد المسؤولية. يعني إحنا شاهدنا خروج على المألوف للأسف في اليومين اللي راحت، هناك من كان يطالب بدعم هذه الإجراءات الوقائية، البعض أخذها من باب والله الميول مثل ما قال الأخ سالم. واحد يقول لي يتصل على قناة خارجية يقول لا هذول بس قصدهم نصر وهلال، يجب كل شيء يستمر، من أنت أصلا؟ وواحد يقول لي هذه أفكار مظلمة اللي يطالب مثلا بزيادة الإجراءات الوقائية، وواحد يقول لي والله هذه استغلال الأمر بشكل مقزز. يعني كل هذول يعني يعتبرون من رموز إعلام يظهرون. أي. أو استغلال ضعيف أو شيل الوضع. كيف تقولون هالكلام هذا يعني؟ والله يعني وكأنهم مسوين أنفسهم إنهم مؤثرين. وين تؤثر؟ هذا أمن دولة، أمن وقائي الآن قاعدة تشتغل عليه، وفي لجنة عليا تتابع بالدقيقة وليس بالساعة. الآن العالم كله اقتصاد انهار، انت قاعد تكلمني في رياضه ولا في كوره ولا في نيويورك، اقتصاديات انهارت الان في دول اخرى. انت شفنا المملكه العربيه السعوديه حتى الاقتصاد وقفت معه قبل ساعتين، دعم ب 50 مليار للقطاع الخاص من الدوله. نعم. مجانا. صحيح. من اجل دعم القطاع الخاص. وهؤلاء يتحدثون بهذا الشكل انتهازيه لما بس لا نشيد انه بالاجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائيه اللي قامت فيها الدوله، ونبث الرسائل الايجابيه والتوعيه للمجتمع، لكن ان نشير لبعض الامور احنا نرجع لا 10 خطوات. لا احنا واذا اشرت لهم معناته انهم مؤثرين. لا 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 احنا نتعلم من الدروس، هذا درس. لما تجي تقول لي والله من لحظة انا ما خلني اكمل، معناته خلني اكمل لفيصل لو سمحت، انا ما كلكم تحدثتوا حتى كورونا ما سلم من الان والنصر. حتى لما شخص يتحدث اعلامي بارز يقول لك من يطالب بزياده الاجراءات الوقائيه في المجال الرياضي، هذه انتهازيه رخيصه. كيف انتهازيه رخيصه؟ قبل ربع ساعه يقول هالكلام. لحظه ابو حسام خليني اكمل يا اخي، انت استاذ اعلام خلني اتجاوز. لا بس احنا نتجاوز. دقيقه بختم ختمها يلا. انا لما يطلع يقول هذه انتهازيه، كيف انتهازيه في هذا الامر الجلل الان؟ الناس يعني في وضع يعني لا يمكن يتحمل الوضع اللي قاعد يحدث. احنا نقول هذا الاعلام هو مسؤوليه، يجب انك تقول قد المسؤوليه، ولا يا اخي اذا كنت لا تتحكم في ميولك ولا تتحكم في تعصبك لازم نتجاوز ابو حسام. وبعدين عشان الوطن لا سمحت خليك عشان نتجاوز عشان يعطيني بس لا انا اقول لك خلاص انا اقول لك من اجل الوطن نتجاوز. هذا انا لازم اطلع اخي لا هذا لابد نتجاوز هالامور يعني من اجل الوطن. يا ابو حسام تقول الكلام هذا يا لابد نتجاوز. حقك تمنع ليش انت زعلان؟ لابد نتجاوز هالامور. الان الدكتور رجال الله يقول لابد نتجاوز. يا هلا ومرحبا فيكم مرة أخرى في برنامج الدوانية وضيوفة خالد الزيد، عبد الكريم الزامل، سالم الأحمدي، فيصل المطرفي، عبد العزيز الغيامة، هتان النجار. بروح معك أبو حمد عبد العزيز الغيامة. اليوم إحنا مع هذا القرار اليوم في جوانب أيضا للاعب، يعني مثلا شفنا إحنا بنزيمة على المستوى ريال مدريد عنده كان برنامج مع التوقف، اليوم اللاعب كيف يستغل هذا الوضع؟ ليس يعني بنزيمة فقط، أيضا أنا ضربت مثال أعتقد سيرجيو راموس اليوم صحيح. كان له مقطع متداول وهو يعني يجري على سير أو على أي. يعني في احد الصالة يمكن في منزله بعد. نعم. فهذه انا اعتقد انها رساله من نجم كبير مثل سيرجيو راموس، ويعني اعتقد في نجوم عالميا اخرين نفس الشيء، الى من؟ الى
نجومنا يعني في آسيا بشكل عام تقريبا، وحتى أيضا عندنا في السعودية وعلى مستوى منطقة الخليج، أو الدول اللي توقفت منافساتها الرياضية في مسألة أنك أنت عليك رسائل مهمة جدا أو مسؤوليات مهمة جدا في ما يخص أنك تعمل على الحفاظ على مستوى لياقتك والحفاظ على مستوى قوتك وعلى على على, على يعني جاهزيتك الرياضية. توقف الدوري الآن ليس معناها أنك أنت تجلس في البيت. أنا أتكلم كرياضي صحيح، كلاعب إيه؟ أي لاعب، مش فقط كرة قدم، إنما في الألعاب المختلفة كلها يجب عليك أنك تحافظ على لياقتك وما وصلت إليه من جاهزية في الأسابيع، في الأسبوعين يعني الجايات، حتى يعني نشوف وين الموضوع، وين متجه في هذا الموضوع. أنا أعتقد أنه يعني إحنا طبعا على فكرة يعني إحنا في السعودية يمكن وهذا اللي أنا أسميها اللي هي الاستيعاب للوضع اللي قاعد يصير. فوقفنا الدوري قبل ما يصير عندنا مشاكل صحيح. قبل ما يصير عندنا مشاكل في انديتنا. فأوروبا متى وقفوا؟ نعم. بعد ما يعني شفنا مثلا أسبانيا، بعد ما جت حالات، شفنا أرسنال مثلا مدربة أرتيتا، وشفنا إيفرتون 3-4 لاعبين وليستر واحد من لعيبته، مدريد مو عبد العزيز مدريد عنده حجز ايه؟ حجز صحي تقريبا مدة صحيح سنة. ومجموعة من يعني مجموعة من اللاعبين اللي تعرضوا للمشاكل. نفس الشيء بالنسبة للدوري السلة الأمريكي وأحد اللعيبة المصابين. إحنا الحمد لله يعني يعني سبقنا يعني الموضوع في 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 فيما يخص اللي هو حماية لعيبتنا وحماية أنديتنا من أي مشاكل في هذا الموضوع. أندية كبيرة طب ما وضع الحجر الصحي عليها. ريال مدريد تحدث عن أندية أخرى، يعني هذه كلها أنا أعتقد كريستيانو رونالدو في الحجر الصحي صحيح. هذه كلها رسائل، يعني رسائل في مسألة أنك أنت تعرف إيش اللي قاعد يصير لك. القصة مش قصة يعني وجهة نظري أنا، أنا أعتقد أن هذه يسمونها الإدارة الرياضية وثقثقة تامة. إيقاف يعني اللي قاعد يصير عندنا هذا اليوم هو ثمرة تنسيق بين وزارة الرياضة وبين الجهة المعنية في إدارة الأزمة، وبالتالي هذا هو النجاح اللي احنا قاعدين نتحدث عنه من 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 شوي. العالم الآن كله يعيش أزمة على مستوى المسابقات الرياضية، إيقافها أنا أعتقد أن هذا هو الحل المناسب. أنا أعتقد يجب على الناس كلها، يعني الآن أتكلم عن المتلقي الرياضي، أنه ما يتحدث عن مسألة الإلغاء الآن، هذا مش وقتها الآن. الإلغاء هذا يكون بعد 3-4 أسابيع في حال لا سمح الله أن يعني انتشر الموضوع ويعني فشلت السيطرة على هذا الفيروس. لكن نقول إحنا إن شاء الله بناء على اللي قاعد يوصلنا إن شاء الله أن الأمور يعني في تحت السيطرة، خاصة على مستوى آسيا نتكلم. يعني نشوف إحنا الأخبار اللي تجينا من الصين مبشرة، نقول إن شاء الله يعني أن الأمور بالنسبة لنا أنها إن شاء الله يعني في إطار محاصرتها و يعني القضاء عليها بإذن الله. على مستوى الرياضي أنا أعتقد يجب على الأندية الرياضية أن تضع برامج خاصة على لعيبتها في الأسبوع هذا مثلا، أو الأسبوعين الجايات بتكون مثلا أعتقد أنها بتكون عن طريق المنازل، لأن إحنا نعرف أن القرار اليوم اللي صدر من وزارة الرياضة أن الإغلاق يشمل حتى الأندية الخاصة صحيح. بالتالي ما راح يكون في أندية خاصة صحيح. أنت الآن دورك ووعيك أنت كلاعب محترف أنك تحافظ على لياقتك وعلى جاهزيتك البدنية من خلال ممارستك للرياضة في بيتك. نعم أبو فيصل، الخطط البديلة أيضا بالنسبة للمدربين اليوم مع هذا التوقف. الاستكمال كلام الأستاذ عبد العزيز، أنا أعتقد أنه يعني وفى في بشكل عام وربط من العالم الخارجي وخاصة في أوروبا، واليوم أنت الخطط الاستباقية اللي قامت فيها المملكة وخاصة في وزارة الرياضة. لا شك أنه أنا أقول اليوم لابد أن يكون فيه التنسيق ما بين الأندية السعودية أو رؤساء الأندية السعودية مع وزارة الرياضة. نعم. وأنا أعتقد الاجتماع السابق قد في إيحاء من بهذا القبيل، قد تأخذ بعض الخطوات الاستباقية لإيقاف مثل هذا النشاط. ولا شك أنه حيكون هناك داخل هذه الأندية اليوم برنامج ما بين الإدارة الفنية ومجلس أو إدارة الأندية في ماذا يتم، سواء من في الداخل في المنازل أو من خلال برامج رياضية محددة أو برنامج يومي فني محدد
يعطى للاعبين حتى من خلال المنازل يعني يؤدى. نعم. وإن كانت يعني هذه الإجراءات أنا أعتقد أن فيها اختبارات دورية من خلال هذه الأجهزة ومن خلال الإحصائيات اللي يقومون فيها. نعم. لكن أنا أقول يعني للأمانة يعني دائما درء المخاطر مقدم على جلب المنافع. ولذلك اليوم حنا يعني مشاهد هذه البرامج اليوم البرنامج الرياضي التوعوي اليوم قادر أنه يأخذ بخطوات مماثلة ومع الجهات ذات العلاقة. فنقول لمن يرى هذه البرامج اليوم تعطي المدلول الإعلامي التوعوي يقاس بقيمتها من خلال هذه الدولة. أنا أعتقد أن اليوم الرسائل اللي تقدم من خلال البرامج الرياضية كافة صحيح. وخاصة في برنامج الديوانية أنا أعتقد هذه الرسائل اللي تقدم من خلال هذه القامات الإعلامية أنا أعتقد أنها تستحق الإشادة ويستحق هذه البرامج اليوم أنها تقدم نفسها مع الإدارات أو إدارة الأزمة في الجهات ذات العلاقة من خلال وزارة الإعلام أو من خلال وزارة الرياضة. وهذا الدور الحقيقي للإعلام سالم عن اللاعب عن المدرب اليوم في ظل هذا الموضوع. اليوم أن نتكلم على العقلية الاحترافية اللي لازم اليوم تكون ظاهرة عند اللاعب في مثل هذا الظروف. شوف في نماذج من اللاعبين كانوا أثناء سير المباريات بشكل طبيعي والتدريبات كانوا هم يمنحون أنفسهم حصص إضافي. أعتقد اليوم اللاعب الكرة في ملعب يعني, يعني فبالتالي الآن التوقف هذا يعني إن شاء الله ما حيدوم طويلا يعني ممكن أسبوع 10 أيام 20 يوم إذا الله كتب يعني. نعم. فبالتالي بعد نهاية هذا التوقف الوسط الرياضي حيشوف اللاعبين طبعا يكون واضح اللاعب اللي حافظ على لياقته في الفترة الماضية وكل اللاعبين أعتقد لديهم يعني خلينا نقول أندية خاصة في منازلهم يعني لديهم الأجهزة الرياضية الخاصة. فبالتالي اللاعب هو رقيب ذاته يعني ما أتوقع أنه بعد الخبرة الطويلة لعدد كبير من اللاعبين بالذات في دوري الأمير محمد بن سلمان أنه قد يكون هناك قصور إلا من عينات قليلة جدا. ولكن في المجمل أعتقد أن المدربين سيضعون خطط بديلة. اللاعب يجب أن يهتم بلياقته خلينا نقول بمخزونه اللياقي فيما تبقى من المسابقة. فيصل ما في شك أنها أمر مهم جدا. وأعتقد أنه إدارات الإدارة الفنية في كل الأندية وضعت برامج خاصة وبرامج اللعيبة وأيضا اللعيبة هي جزء من المجتمع يعني كان فيه أيضا برامج توعوية فيما يخص هذا الفيروس حتى ما يكون فيه اختلاط بالأماكن اللي فيها يعني تجمعات بشكل كبير. بالإضافة أيضا تركيز على الجانب اللياقي والحرص على البرامج اللياقية وأيضا التدريبات. أنا بضرب مثالين على المحافظين بشكل كبير لاعب في النصر ولاعب في الهلال. أنا كان حدثني أحد القريبين من المشهد النصراوي قبل تقريبا 5 سنوات عن الكابتن حسين عبد الغني وهو نموذج يعني يحتذى به في الالتزام. كان النصر يعطي فرضا 2 أو 3 أيام إجازة وكان ملتزم بالتدريبات بشكل كبير يحضر بعض الأحيان وهو في الرياض كان يبعد عن النادي يعني مسافة كبيرة منزله كان يحضر للنادي ويؤدي التدريبات. من الجانب الثاني محمد الشلهوب. محمد الشلهوب يمكن الآن حتى الجماهير مطلعة على انضباطه الكبير في التدريبات من خلال السناب الآن صار نعم. يعني يوضح الجماهير صار يسوي حتى في المنزل إنه منضبط في التدريبات والبرامج اللي يضعها بالتنسيق مع الجهاز التدريبي. لذلك أنا أعتقد إنه التزام اللاعب ووعيه وحرصه بينعكس عليه بشكل إيجابي من خلال عطائه في مع الفريق. نعم. حتى أنا هركز على جملة ذكرها الكابتن خالد درى المخاطر مقدم على جلب المنافع. جلب المنافع وهذا كلام يعني أنا أقول إنه اللاعبين بالذات ممكن تقريبا مو كل اللاعبين عندهم نادي صحي أو مثلا أدوات اللياقية في منازلهم وبالتالي المفترض على اللاعب أقلها يحافظ على نفسه من حيث إنه مثلا الابتعاد عن السهر ابتعاد مثلا يراقب نفسه في الوجبات الغذائية يكون على تواصل حتى مع المعد البدني واللياقي في الفريق إنه مثلا يقول له إيش ممكن أنا أعمل حفاظا على لياقتي وما يكون في أي تأثير سلبي في فترة التوقف. أعتقد أيضا حتى من ضمن زي ما ذكر الأخ عبد العزيز في الإدارة الرياضية إنه حتى المدرب ممكن حيكون على تواصل مع اللاعبين وإنه حيعدل لهم برنامج خاص بعد فترة التوقف إنه بحيث إنه ما يكون في تأثير سلبي على اللياقة لدى كل لاعب. الأمر الآخر أيضا إنه حتى دور اللاعبين أيضا الابتعاد يعني كما يقال للاعب يقال على المواطن المقيم العادي اللاعب ما هو يعني بمنع أو بعد بعد عن المجتمع
لابد أن يبتعد عن التجمعات، يبتعد عن الأماكن اللي ممكن تسبب له أذى، أيضا حتى الاختلاط مع الناس المصابين. هذه الأمور كلها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حتى لا يتأثر اللاعب بخلاف فترة الإيقاف. أيضا ممكن لا قدر الله أصيب بالمرض يكون له تأثير سلبي وتطول فترة غيابه. هذه الأمور كلها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، وأعتقد أنه هذه الأمور مراعاة من قبل مدربي الفرق والمعدين البدنيين والفنيين، حتى طبيب الفريق أعتقد حيكون على تواصل مستمر. حتى برامج التغذية مهمة، أعتقد مفترض أنه الأندية تركز على برامج التغذية لكل لاعب، حتى ما يكون يعني فيه يعني إفراط في التغذية خلال الفترة القادمة، لأنها إلى الآن فرضا الأندية أعطت أسبوع 10 أيام إجازة، لكن إلى الآن ملامح العودة لم تحدد إلى الآن للأندية. صحيح. أبو حسام، اليوم الدور بالنسبة للاعب وللمدرب في هذا التوقيت. أنا متنازل بوقتي إلى كلهم تكلموا، باقي اعطيه وقتي. لا باقي لازم تقول، قال يبي وقت اطول. لا قل لي انت لازم تقول لي انت عن هذا الموضوع. لا والله تتكلم يا ابو حسام، متنازل لك. متنازل مره، متنازل على طول. طيب خلينا نروح لاحداث الجوله 22 واللي كانت احدى ابرز عناوينها السلام نظر، تفاصيل اكثر بيرصدها لنا الزميل سعد ابو الخيل عن بعض احداث هذه الجوله في هذا التقرير. في جولة تسيد مشهدها المدرجات الفارغة من تواجد المحبين لأنديتهم، الجولة 22 كانت إحدى عناوينها الأبرز السلام نظر. في الجنوب الجبال هي الملاذ الوحيد لجماهير ضمك لتشاهد فريقها وهو يخرج بنقطة ثمينة من أمام المتصدر الهلال. ثاني لقاءات الجولة حل فيها الليوث ضيوفا على فارس الدهناء، وفاروق بن مصطفى يطلب من حكم اللقاء تفقد ضغط الهواء في الكرات، وفي النهاية أصحاب الأرض كسبوا النقاط الثلاث. أبها يخرج من زيارته إلى المجمع بفوز ثمين، وخورخي سيماو مدرب الفيحاء يعوض غياب الجماهير في المدرجات. قذيفة في القصيم من نلدو تصنع انتصار الذئاب من أمام الأهلي. وفي المواجهة الأقدم تاريخيا تمكن فرسان مكة من إعادة العميد إلى المحطات المؤلمة له في الدوري وسط جوهرته المشعة. النصر يعود لانتصاراته بعد غياب دام جولتين من أمام الرائد برباعية، والهداف يزور شباك ضيفه مرتين. ديربي الأحساء يبتسم للضيوف بعد تغلبهم على الفتح، ويسجل أول فوز للعدالة بعد 17 جولة. آخر مواجهات الجولة انتهت بالتعادل الإيجابي بين الحزم والفيصلي. جولة غاب فيها المدرج وحضرت فيها الأحداث. بروح معك هتان على الأحداث بالنسبة للجولة، إيش اللي ممكن أنت من خلال هذه الجولة لفت نظرك؟ والله شوف، يمكن أكثر شيء لفت نظري في هذه الجولة التعادل الهلال مع ضمك وانتفاضة الوحدة، يمكن هذا أكثر شيء لفت، يعني خاصة أنه الوحدة الآن أصبح في ثالث الترتيب، وهذا الأمر حيشعل الصراع على المقعد الرابع أو الثالث والرابع ما بين فرق الأهلي والفيصلي والوحدة. أيضا الاتحاد، يعني الكل كان يتوقع أنه الاتحاد بعد الفوز الكبير اللي حقق على الشباب أنه هو يواصل الانتفاضة، يهزم الحزم ويواصل المسيرة مع الوحدة، ولكن بدأ واضح أنه الاتحاد بيدفع ثمن سواء الإعداد السيء وحتى على مستوى البديل الجاهز عناصريا كان له تأثير سلبي في مباراة الوحدة، وظهر تأثر غياب الكابتن كريم الأحمدي وخروج اللاعب عبد الله المالكي مصاب كان لها تأثير سلبي. أعتقد أنه هذه الجولة تحديدا يمكن تقريبا
تساهم بشكل كبير في لفت نظر الأندية اللي لها رغبة في المنافسة على اللقب، الأندية أيضا تسعى للظفر بمقعد آسيوي، وأيضا الأندية التي تصارع في سبيل البقاء في دوري كأس سمو سيد الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. هذه الأمور كلها أعتقد كفيلة من هذه يعني الجولة تحديدا أنها تعيد النظر في كثير من الأمور اللي كانت صايرة فيها. قبل شوي أنت تسألني وإحنا في التقرير على القرار بالنسبة للقرار إيقاف المسابقات، وتقول لي على الأندية طيب كيف هي تحضر ولا لا. حسب معلوماتي أنه الأندية هذا الأمر بيدها، مسألة التدريبات هي تعطي إجازة أم تستأنف التدريبات، الأمر بيد الأندية. يعني مفتوح الأنشطة داخل الأندية للأندية. إذن المسابقات هي التي تم إيقافها وتعليقها. الهلال أعطى مثلاً 5 أيام للاعبين. إلا أن نشوف تفاوت في الأندية، في أندية مثلاً منحت إجازات 5 أيام أسبوع، فبالتالي إذا الأنشطة عفواً التدريبات مستمرة في الأندية. بيد يعني النادي. عبد الرحمن عفواً القرار الإيقاف إلى أجل ولا محدد بأسبوعين؟ حتى شعار آخر. حتى شعار آخر. يبدأ بكرة أو الأحد حتى. حتى شعار آخر. حتى يتحدث الموضوع حسام عن الجولة وعن هذه النقطة اللي قبل شوي كنا نتكلم فيها مع سالم، وحسب يعني مصادري في الموضوع إنه هذا الأمر بيد الأندية على التدريبات. أولاً القرار واضح، هو إيقاف الأنشطة اللي تخص المسابقات الرياضية. لأن مشكلتها هي العدد الكبير اللي يتواجد في المباريات. نعم. يعني يتواجد أكثر من 150 شخص. إلى 200 شخص. والحقيقة إحنا توقعنا وقف الأنشطة بعد الضوابط اللي وضعتها وزارة الصحة، وكانت آخرها قبل حوالي 4 أيام. أي. عشان كذا الناس قامت تتكلم عن توقف النشاط الرياضي وإنه أصبح قادم لا يعني لا مفر منه. نعم. بسبب ضوابط وزارة الصحة عندما قالت ممنوع أن تكون تجمعات أكثر من 50 شخص. صحيح. الحذر منها، وقبل أنها أحد أسباب الانتشار وممكنها تسبب كارثة. أنت عندك الآن المنظومة الوقائية المتميزة اللي قاعدة تعمل عليها الدولة السعودية، لا سمح الله بخطأ بسيط فردي أحيانا ممكن يهدمها، ممكن تنهار. إذن لابد يكون هناك ضوابط ويكون هناك حزم في تطبيقها. إحنا الحقيقة هنا اليوم يمكن مريت وجدت الدوريات الأمنية مع عمارة الرياض قاعدين يلفون في الأحياء، وخصوصا الأماكن الاستراحات وغيرها اللي فيها التجمعات. إيه؟ ويتوقفون أمامها ويمنعون تواجد التجمعات. يعني الحقيقة هذا الشيء أنت شايف كل قطاعات الدولة مستنفرة في هذا الأمر. يعني حتى أنا أستغرب يعني البعض، يعني رغم التحذير ورغم المنع يعني تجد بعض المواقع يوجد فيها تجمعات. يعني ايش تبغون الدوله تسوي لكم حقيقه؟ يعني والله شيء غريب يعني. القاعدين الدوله تكبدت اشياء كثيره من اجل الحرص كله عشان سلامتك. وانت قاعد تخالف وتعمل تجمعات وعزايم ولا وعناق حار. يا اخي حتى ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قال اذا دخلت في مجلس بما معناه السلام عليهم وتسلم على المجموعة دون أن يعني تصافحهم. أيه؟ وتجلس فيما انتهى إليه المجلس. يعني ما تقعد تدور على العالم وتعانقهم، هذا في الأيام اللي ما فيها وباء. أيه؟ الآن لا، العالم تجي وتسلم وتعانق. أيه؟ ولو تقول لا السلام نظر يزعل منك. عشان كذا اليوم سلامي كان عليك بعيد. لا أنا أقول مشكلة عندنا السلوك الاجتماعي هذا مشكلة. يعني عادات وتقاليد يعني في الفعل. يعني والله إنك تتعجب يعني من اللي قاعد يحدث. تصور عشان يعني الدولة يعني دوريات أمنية تدور عشان تقول جماعة الخير حفاظا على صحتك، حفاظا على عائلتك، حفاظا على المجتمع. نعم. اقعد في بيتكم يا أخي. يعني اليوم يعني هذا الشيء اليوم أبو حسام. اليوم أبو حسام أنا تأكيدا لكلامك في مقطع جميل المسي عليه بالخير الأمير عبد الرحمن مساعد أعتقد في مباراة الهلال في الآسيوية لما يقول اقعدوا هذا المقطع ينطبق على المفروض يعمم على هؤلاء يستخدم لانه فعلا كلام ابو حسام صحيح. يعني الدوله بكافه قطاعاتها واجهزتها في حاله استنفار وفي ناس تخالف النظام. وبعدين وبعدين دينك يحث على هذا الشيء. يعني مش هي تعليمات دوله. نعم. يعني تعليمات خلينا نقول دنيويه على ما يقولون. تعليمات دينيه. دينك نفسه يحث في مثل
حدوث هذه الأزمات صحيح. أو هذه الأمراض أو هذا الوباء أيه. إنك أول إذا كنت في مدينة لا تخرج منها صحيح. أسمع تنشر المرض، وإذا يا أخي يقول لك فر من هذه الأمراض كما تفر من الأسد، ابعد عنها نعم. الآن أنت قاعد يعني قاعد تخطو لها بنفسك يعني أنا قلت لك يعني لما تشوف عشان كذا يا أبو حسام ترى معمم منع على كل الشباب يعني, يعني ما سلام نظر اليوم ما سلمنا على حد يزعل ما سلمت على واحد اليوم ما سلمنا على فكرة ترى أنا عندي كل الجروب اليوم ترى فكرة أنا بدأت في نظام عندي في البيت ما عاد فيه لا حبة يد ولا حبة رأس ولا شيء سلام مع الأولاد والله من جد يعني أنت ما تدري وش يعني هي حفاظ لازم أنت تغير السلوك الموجود حتى في بيتك صحيح. يعني أنت لما تغيره في بيتك حيتغير في الشارع وفي المجتمع بكل يعني رب الأسرة هو عليه مسؤولية مسؤولية كاملة يعني صحيح. بس عاد ما راح نعزل الزوج عن زوجته عاد هذا عاد شيء هذا عاد يزعلون علينا ناس خصوصا المعاريس لكن طيب بروح معك على الجولة أبو حمد إيش الملفت في هذه الجولة وفي موضوع ثاني أنا أبغى أسألك أنت تحديدا عن أبو يعني اليوم مثلا إحنا شفنا على الدوري الإنجليزي كلام كثير مع ليفربول اللي الآن قريب من أنه يكون هو حامل اللقب هل في مع هذا الإلغاء في مثلا إجراءات لائحة في اللائحة موجود لهذه التفاصيل إذا كانت موجودة إيش الإجراء اللي يكون موجود بالنسبة للدوري الإنجليزي يعني؟ شوف لا هو طبعا خلينا نقلبها نقول في الدوري السعودي أي أنا ودي كذا بس لا في الدوري الإنجليزي اليوم في أسئلة كثيرة يعني اليوم أنا قريت أحد المواد يعني مش المواد أحد الأخبار اللي جايتنا في الوكالات أيه؟ تحدث عن أنه طبعا في اجتماع يوم الخميس أندية الدوري أو رابطة الدوري الإنجليزي بتجتمع مع الأندية أيه؟ لتحديد لتخطيط المستقبل بالنسبة للدوري الإنجليزي كيف يتم التعامل معه أيه؟ طبعا أنا أتصور أنه يعني من السابق لأوان أنك تتحدث الآن أيه؟ الحديث يعني اعتقد على مساله الالغاء اعتقد انه ما راح يكون الا يمكن على شهر 5 يعني انا اتصور يمكن يكون في تاجيل يعني الان المرحله الحاليه هي مرحله التاجيل وليست مرحله يعني النقاش كان نقاش على التاجيل وليس النقاش على الالغاء لكن في الفتره هذه اللي فتره الناس ساكته وقاعده تتفرج فاكيد انه يظهر السؤال لو تم لو استمر الوضع على ما هو عليه ماذا كيف سيكون التعامل عندنا احنا في السعوديه في لائحة النظام الأساسي في الاتحاد السعودي لكرة القدم يقول لك هنا أن أعتقد أنه يعني من صلاحيات مجلس الإدارة في الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه يتخذ قرار في حال لم ينص ما كان في نص واضح لم تنص اللائحة يعني مو بالضرورة أنه يكون مثلا الجمعية العمومية اللي تحكم فيه لا الاتحاد السعودي لكرة القدم يستطيع أنه يتخذ قرار في هذا الموضوع الحالات الطارئة يسمونها الظروف القاهرة أو الظروف القاهرة في هذا الموضوع لكن نصا صراحة أنا قرأتها بشكل سريع يمكن يكون في شيء لكن ما أعتقد أني مريت عليها ما حصل شيء فلذلك أنا أشوف أنه يعني مجلس الإدارة هو اللي يقرر في هذا الموضوع أنا أتصور يعني الأقرب في هذا الموضوع إلغاء الموسم يعني لو لا سمح الله نقول إن شاء الله أنا طبعا أنا بالنسبة لي أنا أقول يجب أنه يستمر يعني يستمر الدوري يستكمل الدوري والحديث في هذا الموضوع سابق الأوان ومبكر جدا أنت بتنتظر يعني في النهاية لا يعني تستطيع ترى على فكرة أنك تكمل حتى بداية الموسم صحيح الجاي صحيح مو بالضرورة أنك يعني لازم تخلص أنت في هذا نعم في هذا الموسم ايه تستطيع أنك تبدأ فيه مثلاً في أوغست ايه مثلاً في شهر بس أنا كان قصدي في اللائحة ما في شيء واضح لا ما في نص واضح يعني صريح طبعاً حسب قراءتي السريعة يمكن يكون في شيء ايه لكن اللي يقول لك أنا في الدوري الإنجليزي إنهم قاعدين يتحدثون عن مثلاً والله اعتبار أن طبعاً هم يتكلمون أولاً عن الحظ السيء اللي ليفربول. ليفربول الآن فرق تقريباً 18 أو 19 نقطة. حظ عجيب ليفربول صح. فيعني وفي الوقت نفسه احتمال إنه يلغى عليه يلغى الموسم كله. بعد 29 سنة. إيه في أندية تقول بطل الشتاء يعطى لبطل الشتاء. وفي أندية يقول لك لا يلغى الموسم كله. ومن هو بطل الشتاء عندهم ليفربول برضو؟ أي ليفربول. صدر ليفربول بطل الشتاء بطل من يعني قبل الشتاء ابو حمد ترى بريطانيا الاقرب من خلال ما نشوف الاوضاع وحديث رئيس الوزراء اللي كان قبل يومين واضح ان الوضع عندهم متأزم صحيح لان هناك حتى هناك يعني كلام من بعض الاطباء عندهم او بعض المسؤولين اللي هو المناعه الجماعيه لان يتحدثوا عن المناعه الجماعيه انك تخلي الفيروس يمشي ويصيب حوالي 60% من 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 الشعب وبعدها تبدأ المناعة
ويتحول الى فيروس هادي يعني ما اعتد زايد هذه معناته الوضع مطول عندهم يعني الوضع خطير يعني بالفعل لو تشوف هناك حتى ما في اجراءات صارمه عندهم هناك للمحافظه او للوقايه لا يقول لك تاركين العمليه الان انت شايف كيف الانتشار في بريطانيا فرنسا المانيا وين دول سبقتنا مئات السنين من ناحيه شوف الماده 95 ولا قاطع كلامك ابو حسام يقول لك ماده 35 صلاحيات مجلس الاداره لمجلس الإدارة الاتحاد الصلاحيات التالية 1- إصدار القرارات في جميع الحالات التي لا تقع ضمن صلاحيات الجمعية العمومية أو تلك التي لا تختص بها أي هيئة أو لجنة أخرى بموجب هذا النظام يعني شيء مش موجود في لائحة لجنة المسابقات فبالتالي الاتحاد السعودي كرة القدم يستطيع أن يتخذ قرار في هذا الموضوع أيضا هنا يقول لك هنا مادة 56 عدم إقامة المسابقات أو البطولات لاحظ يقول لك يحق للاتحاد عدم إقامة أي مسابقة أو بطولة معتمدة في هذه اللائحة لأسباب يراها ضرورية ومتفقة مع المصلحة العامة شوف هنا عدم إقامة عدم إقامة عدم هو أو توقف يستطيع أن يفسرها ويقول لك أني ما راح أقيمه ما راح أكمل ما راح أكمل يستطيع أن يفسرون يعني هو أساسا تفسير النظام للاتحاد السعودي كرة القدم فقط هو الوحيد اللي يفسر النظام يعني هو صلاحية مجلس الإدارة إذا لم يكن هناك نص إذا في نص هذا شيء ثاني لا اجتهاد معنا أقصد إذا ما في نص يستطيع الاتحاد السعودي لكرة القدم انه هو اللي يفسر هذه المادة المادة 56 من صلاحية مجلس الإدارة طبعا المادة هذه 56 عشان تكون بصورة انا اخذتها من الاستاذ احمد الامير هو المغرد فيها يعني القانوني احمد الامير هو اللي مغرد فيها في تويتر فحبيت استانس فيها يعني لاني انا ممتاز قريت ما حصلت شيء بس شفت الاستاذ احمد هو اللي مغرد فيها مشير لها يعني من باب بس حفظ الحقوق يعني يستهل. حتى احمد الامير غرد وتحدث انه من حتى من حق النادي سواء في أي بلد في العالم إنه يمتنع عن أداء المباريات في مثل هذه الظروف نعم ولا يسجل لا على انسحاب ولا شيء من حقه حتى اللاعبين من حقهم أنهم ما يلعبون في الظروف هذه يعني في تسمى الظروف القاهرة نعم يعني الأمر حتى الأندية ما تقدر تجبر لاعبينها لكن في نفس الوقت أيضا ما تجبر اللاعب أنه يروح الآن يلعب مع منتخبه مثلا في يوم الفيفا وكذا يعني في أمور جاء تعميم من الفيفا برضو على هذا الموضوع اللائحة أو اللوائح نزل تعميم من الفيفا على هذا الموضوع حتى الاتحاد الدولي ترى يعني هو استدرك الأمر وعرف خطورة الوضع بس هل هذا وأوصى معظم الاتحادات بإيقاف عبد العزيز اسمح لي هل هي هذه من يعني هل هي مثلا متوافقة مع هذه الأزمة هي طبعا انا اقصد انها اللي تكلم فيها تو سالم انها مش ايقاف وهي مصلحه عامه طبعا لكن انا اقصد انها من صلاحيه مجلس الاداره او الرفع فيها من خلال مجلس الاداره بناء على توصيه يقول لك يحق لمجلس الاداره انه يتخذ قرار في هذا الموضوع فيما هذا الموضوع شوف انا قلت لكم شوي ان هذه فيما لم يرد فيه نص دقيقه ايه فيما لم يرد فيه نص نعم. هنا تحدث لك يقول لك عدم اقامه يحق للاتحاد السعودي ان عدم اقامه زي السوبر يقدر يفسرها معا. يقول لك او استكمال ايه اذا ما في نص صريح في هذا الموضوع يقول انا بستكمل ايه طبعا هذه على فكره هذا البند او هذه الازمه خلقت بند جديد المفروض ان يضاف فيه لو لا سمح الله صار في مشكله محمد يعني تعرف احيانا يصير في احداث انا اعتقد يعني احنا نتحدث مثلا عن دوري السعودي عام 67 توقف بسبب نكسه 67 اللي يسمونها نكسه يونيو نعم الحرب حق الاسرائيليه اللي كانت بين فلسطين واسرائيل وكذا ايه؟ السعوديه وقفت الدوري السعودي في ذيك الفتره ايه؟ فهذه من الاشياء اللي يعني يعني اللي اعتقد انها يعني يجب على القانون كيف كان حسم فيها بطل؟ ما وقف الدوري الغي وقف الغي الغاء 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 الدوري إيه؟ عام كم؟ 67 عام 67 67 ميلاد إيه؟ وقف فبريل وستوني في هو ثلاث اربع مرات اقيم الدوري في تلك الفتره صحيح واللي استكمل عام 69 صحيح اللي الاهلي اخذه واللي لجنه ما اعرف انا عاد انه استكمل ولا لا لكن انا اتذكر لا 67 هي اربع دوريات ثلاثه لم تستكمل كانت مناطق وعام 69 استكمل واخذوا الاهلي وغرد عضو لجنه التوثيق السابقه فالح السمحان امس يقول نعم الاهلي حصل على درع الدوري كان وزاره العمل ويعني هو عضو اللجنه ويعترف بتحقيق الاهلي لاول دوري الدوري اللي استكمل هذا دوري هو الدوري كان ما في الا هو شوف هذه تغريده للمؤرخ لا كان الدوري انت تقول استكمل 69 هو عام 69 وحققوا الاهلي كان مناطق وحققوا الاهلي امام معتقد الاتفاق هذه عام 89 هجري ف
تغريدة للمؤرخ. بس أنا إذا ممكن تعطيني بس بقرأ لك تقريبا كم سطر. تفضل. هذه تعطي تساؤلات كثيرة. حلو. هنا طبعا هذه مادة منشورة اليوم في إذا ما بغلطان في وكالة رويترز تتحدث عن الدوري الإنجليزي. نعم. فهنا يقول لك هنا لكن في انتظار ذلك بدأ الحديث عن احتمالات إلغاء المواسم. طبعا هذا يتكلم في أوروبا بشكل عام، ولكن وأيضا يتحدثون عن الدوري وما يرافق ذلك من أسئلة صعبة. شوف الموضوع. أسئلة صعبة هذه. هل يتم تتويج المتصدر الحالي الآن مثلا يتم تتويج الهلال أو يتوج النصر مثلا بطل الشتاء باعتباره مثلا بطل الشتاء؟ أي فرق تتأهل للمسابقات القارية؟ شلون بيكون السنة الجاية النسخة الجاية دوري أبطال آسيا؟ أيضا كأس العالم للأندية مثلا، كأس دوري أبطال آسيا مثلا شو بيصير فيه؟ الهابطين مثلا أي منها تهبط وأي منها تصعد لدوري الأضواء؟ أسئلة أخرى ترتبط بالفرق نفسها، فمع تسجيل حالات إصابات بالفيروس بين المدربين واللاعبين والجهاز الفني وما يتطلب من حجر صحي لأسبوعين، من يضمن قدرة الفرق على استئناف الموسم في أبريل؟ من في يمكن فرق تقول أنا ما أقدر إني أنا استأنف. يعني مثلا الحين نادي مثلا نادي ريال مدريد الان عزل نفسه. نعم. طيب اذا عزلوا انفسهم كيف بيتدربون؟ وش بيكون وضعهم اذا كان هم مثلا مصابين او عندهم مشكله؟ اكيد بيكون في تباين حتى في الجهازيه الفنيه. عفوا ابو محمد، هذا فهذا مهم جدا. الدوريات الاوروبيه ولا محدد دوري معين؟ هذا يتكلم عن بشكل انجليزي وبشكل دوري انجليزي. وايضا هذا يعني ان الدوري الانجليزي ما في في اللائحه في حال الغاء البطولات، صحيح؟ ما اعرف عاد انا هنا، لكن هنا يقول لك، هنا يقول حسب افاده شبكه سكاي سيعقد ممثلون للانديه العشرين في البريمير ليج اجتماعا طارئا الخميس الجاي لوضع الخطط لما تبقى من الموسم. واشارت الشبكه الى تباين اراء الانديه بين من يرى، شوف تباين اراء معناه انهم اخذوا اراء الانديه، من يرى استكمال الدوري ممكنا قريبا، ومن يرى ضروره التفكير جديا بالغاء هذا الموسم والتحضير للموسم المقبل. ونقلت عن مصدر في احد الانديه حديثه عن وجود فرصه بنسبه 75% لعدم استكمال هذا الموسم. من جهه نقلت صحيفه ذا تايمز عن رئيس مجلس اداره الاتحاد الانجليزي كلارك اعتقاده بانه بات من الصعوبه بمكان استكمال الموسم. لاحظ هذا مسؤول في اتحاد الكره الانجليزي، وما يعني ذلك من سيناريوهات دراماتيكية قد تصل إلى حد حرمان ليفربول من التتويج بلقب يحلم به منذ 30 عاما وهو أقرب إليه حاليا من أي وقت مضى، إذ يتصدر الترتيب فارق 25 نقطة. لكن هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي قدمت وجهة نظر مغايرة. لاحظ هنا اللي هي يقول لك إن إرادة الدوريات بمختلف الدرجات وغالبية الأندية هو أن لا يحدث ذلك الإلغاء. ما يحدث الغاء. إيه. لا يحدث، يعني الأندية غالبيتها ما تبغى الغاء. هذا بحسب بي بي سي. طيب. الآن 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 أنتم تتحدثون هل من حق الاتحاد السعودي إنه يوقف ولا ما يوقف المسابقات؟ الأمر مش في يد الاتحاد السعودي. ترى الحالة الوحيدة اللي تتدخل فيها الحكومة. لا نتكلم عن النظام، ما نتكلم هل. لا لا ترك. إيه. هل هو موجود في اللائحة ولا اكتسب من المنطقة؟ حتى لو هو موجود. إيه. وحتى لو إنه موجود. إيه. وحتى لو كانت الصلاحية للجمعية العمومية. إيه. الآن ما عاد لهم رأي لا جمعية عمومية ولا اتحاد قدم. أصلاً من وين جاء القرار؟ القرار جاء من وزارة الرياضة اللي تتبع للدولة. الآن في ظروف قاهرة وفي أمن صحي للبلد. ما الوضع إيه بس معك. لا لا معلش بس خلاص انا اذا وجدت قرار من الجهات العليا ياتي بالتعليق وليس بالالغاء. ايه التعليق هذا مرحله اخرى لسه ما نتكلم فيها. التعليق يا اخي مرحله التعليق. لو تلاحظ اتحاد القدم متى تحرك بعد صحيح. بعد ايقاف وزاره الرياضه للانشطه او بعد تعليقها. عشان كذا اصلا الاتحاد السعودي لكره القدم سواء عنده صلاحيه ولا ما عنده صلاحيه حيوقف، لان خلاص المشكله الان أمن وطني صحي. ما عاد فيها القضية والله تقول إن مثلا على سبيل المثال في بعض الدول أحيانا لما يكون فيها خلل أمني مثلا من اللي وقف النشاط الرياضي؟ الدولة توقفه. نعم. ما عاد له علاقة اتحاد القدم، لأن إقامة النشاط الرياضي في ظل خلل أمني موجود في البلد هذا مشكلة ما ممكن يحدث فيها كوارث مثلا. نعم. وأشياء ما حد يقبلها. عشان كذا أقول لك في ظروف احيانا تتدخل الدوله او الحكومه في النشاط الرياضي ولا يبقى للاتحاد اي دور. ما له اي كلام ولا له اي علاقه. هنا في اضافه، هنا في اضافه يقول لك هنا طبعا يقول لك موقف تحدث عنه رئيس نادي ليون الفرنسي. أوكي. طبعا هنا يتحدث عن الدوري الفرنسي جان ميشال اولاس، ونشر عبر حسابه على تويتر السبت الماضي بعد ساعات من جدل اثاره هو بنفسه اثر تصريحات لصحيفه لوموند الفرنسيه دعا فيها إلى إلغاء الدور الفرنسي. حظ أولاس على إعلان الموسم سماه بهذا المسمى يكون الموسم أبيض.
كيف يكون الموسم أبيض وبالتالي عدم تتويج أي نادي أو أي هبوط إلى أي فريق للدرجة الثانية؟ وهنا يقولك علق ديمتري بايت نجم مرسيليا ثاني الترتيب عبر تويتر بالسؤال عما إذا كان أولاس جديا بينما رفض مدرب نيم برنار بلاكار الطرح غير القابل للتصور وإن كان سيفيد نيم نادي أظن مهدد للهبوط للدرجة الثانية المهدد جديا بالهبوط للدرجة الثانية. طبعا هنا تظهر أسئلة يعني على فكرة يعني واضح الموضوع في جدل في كل العالم. أيوة هنا احنا مشكلتنا دائما ان احنا ننتقد احيانا الراي ولا الراي الاخر في مساله ان ليش هذا الكلام يطلع. انا وجهه نظري هذا الطرح اللي قاعد يصير هذا يدل على وعي المجتمع. نعم وعي المجتمع الرياضي اني انا يجيني مثلا الهلالي ولا يجيني النصراوي ولا الاتحادي ولا الهلاوي يقول لي طب كيف بتعامل مع هذا الموسم؟ ليش انا احاول اقول لك المفروض انك ما تحكي في هذا الموضوع؟ خله يحكي صح. هذا الطرح انا قاعد اشوفه في اوروبا فليش انا اجي امسك بسكر يعني فمه في هذا الموضوع؟ خليه يطلع يتكلم يطرح رايه. هذا رايه بالعكس انا ترى شوف جزء انا وجهه نظري جزء من التالق اللي صار في يعني في الرياضه السعوديه بشكل عام جزء منه ترى على فكره بسبب الطرح اللي قاعد يصير وبسبب النقد اللي قاعد يصير جزء من معالجه القوائل اللي يسمونها القانون اللوائح القانونيه اللي قاعد تصير عندنا في الرياضه السعوديه المعالجات اللي صارت فيها. ليش صارت معالجات؟ لأن فلان والناقد الفلاني والناقد الفلاني والمدرب الفلاني واللاعب الفلاني والرئيس النادي الفلاني وعضو الجمعية الفلاني قاعد ينتقد هذا الموضوع. طبيعي طبعا احنا نختلف احيانا يمكن يجي هذا الشخص يتكلم وانا انتقد هذا الكلام ما مشكلة هي من مشكلة اني انا انتقد هذا الكلام لكن هذه هي يسمونها المساحة الحرة اني انا اطور الوضع اللي صار. لذلك انا اقول لك مثلا في نهايه هذا الموسم ان شاء الله يستمر وان شاء الله يفوز بالبطل اللي يستحقه زين بعد هذا الموسم ستجد لاحقا في اللائحه تصنيف لهذا الموضوع او بند يضاف في حال ظروف قاهره لا سمح الله وان شاء الله ما تصير من سيكون وقتها تتحقق صحيح. فيها البطل وبيكون في تفصيل طبعا صحيح. حتى مثلا الاتحاد الاسيوي ابو حمد تذكر من كثير من النقد اللي وجه له من الانديه السعوديه كان في تعديل حتى على دوري أبطال آسيا في مسألة القسم الشرق عن الغرب يعني زي ما قلت كانت الأسئلة هي من طرحت هذا الموضوع. حتى كان عندك جزئية أنت برضو أي أنا بس بستشهد بتغريدة ذكرها الأخ عبد الله النجيمي اللي هو معروف عنه المؤرخ الرياضي الدوري لما توقف عام 1967 كان باقي عليه 5 جولات وكان وقت الاتحاد متصدر ولم تم إيقاف ألغي الدوري تماما. السنة اللي بعدها لما صار عملية الدمج نفس الطريقة ألغي الدوري لم يقام في تلك السنة بس اللهم اللي صار أنه توج الوحدة في عام 1967 وتوج الأهلي في عام 1968 بكأس الملك فقط ولم يكن هناك بطل للدوري في تلك الفترة 69 أنا أقول لك مو 67 69 هو يتحدث عن 69 أنا أقول لك عن 69 ميلادي 89 هجري لعب الأهلي والاتفاق وفاز الأهلي على درع وزارة العمل هذا أول بطولة هذا الدوري في يناير 1970 ذكر المعلومة في يناير 1970 تم إلغاء الدوري الثاني من مرحلة مجموعات الدوري العام على درع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بسبب تعارض مبارياته مع مواعيد مباريات المنتخب المشارك في دورة الخليج الأولى. هذا 70 أنا تم استكمال فقط كأس الملك وفاز فيها الأهلي في مايو 1970 ذكرها واستشهد فيها قصاصات معليش لا في 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 حتى الفيديو موجود الأهلي والاتفاق موجود 1-0 الأهلي فاز فيها عام 69 ميلادي. ايش بتضيف مفيد؟ انا لا بس بكلم ابو حمد يعني أيه. اول شيء انا اشوف انه مثلا يعني انت ليه يعني لازم تستعذر عشان تكلم ابو حمد لا خلصونا حبيبي بس لازم عشان تعرف جدل بين الاتحاد والاهلي ما ودي ادخل في جدليه يعني انا اشوف مثلا يعني الاتحاد الانجليزي ما له راي تحس في هالنقطه وزاره الرياضه ويمكن والشباب اذا بمسمى في فرنسا ولا في بريطانيا ما لها رأي في هذا. هذا دليل على أنه مثلا الروابط لها خصوصية وفي نفس الوقت لها جوانب أخرى قد يكون الجوانب الاقتصادية اللي تهم الأندية أكثر أهمية من هذه الأمور اللي تأخذها الدولة على عاتقها. حنا الحمد لله يعني يمكن شاهدنا اليوم مثلا الاتحاد السعودي رابط الأندية المحترفة اليوم أخذت هذه المبادرة يعني اوتوماتيكلي مع وزاره الرياضه والشباب وعفوا وزاره الرياضه في موضوع انه الايقاف او الايقاف لمده
متزامن مع قرارات الدولة من خلال إدارة الأزمة. فهل مثلا نشاهد مثلا أنه تعاطي مثلا من خلال أنه مثلا النصراوي أو الهلالي أو الأهلاوي يورد في حديثه أنه والله لو توقفت لمصالح مثلا، أنا أعيدها ثاني مرة، يعني درء المخاطر مقبل يعني مقدما على جلب المنافع، ولذلك الدولة في هذا في هذه في هذه الجزئية يعني احنا مختلفين عن العالم الخارجي في في فيما يخص الصحة أو الأمن الصحي اللي هو من أهم مقومات الأمن الوطني للدولة. ولذلك أنا أقول إنه يجب أن نقف عند هذه يعني هذا الجانب فيما يخص مثلا التعاطي في بعض الأمور، إنه لو إنه مثلا تم وش حيكون هذا أمر صح يخص إنه فيه، لكن على الجانب الآخر للطرح اللي يقوم فيه الكثير من البرامج ووجود الألعاب، أنا أقول كان يعني مهم كثير يمكن تفاصيل أو إعادة بعض صياغة اللوائح في الاتحاد صحيح. وفي كثير من نعم أنا أقول هذا لا شك إنه يعني مهم، لكن في هذه النقطة تحديدا إنه يعني صحة المواطن والمقيم أهم. يعني في المقام الأول أهم للدول. بس من عبد العزيز يقول هذا الموضوع يطرح كثير من الأسئلة، أنت لو تطرح أسئلة في الموضوع وش بتكون؟ من أي ناحية؟ على مسألة الدوري. الدوري أنا أقول إنه يا أخي الدولة وصحة المواطن وصحة المقيم أهم بكثير من الرياضة. بس لحظة أبو خالد، أنا ما قلت مش أنا اللي قلت لا إيه إنه حسب اللي قريت هذه المادة اللي نشرت اللي تناقلتها وكالة الأنباء العالمية إنه على مستوى الاتحاد الأوروبي هذا الحديث هو حديث أوروبي الآن وليس وليس على عبد العزيز غيان. لأن إحنا الحديث نسمع تكلم محمد الأوروبي ذا شاف لنا شيء إنه الدوري الإنجليزي ما عندهم في اللائحة في حال الغاء الدوري ما هو الاجراء اذا ما نبغى غلطان في الان قاعدين تعطينا اكثر الدوري الاسباني في لائحه الدوري الاسباني في لائحه في هذا الموضوع انا اكلمك على الانجليزي ذا من اكبر الدوريات ما في لائحه فبالتالي ما نلوم احنا الدوري السعودي لانه اصلا ما يخطر ما تدري يمكن يكون فيه سيتم الغاء في نص الموسم بس انا بسال ابو كنت عضو جمعيه عموميه في اتحاد القدم نعم الخبره النشطه هذه ناقشتوها في تلك الفتره ايام ترشح عادل عزت لا ما كنا مع طبعا انا كنت عضو اتحاد وليس عضو جمعيه انت مع عادل عزت ولا لا انا ماني لا انت عضو اتحاد في اداره عادل عزت لا انا عضو اتحاد في الاتحاد السابق قبل عادل عزت اي طبعا ايش رايك بالخبره النشطه هذه انا ما يعني قد لا اجهل السي في حق الاستاذ عادل انا ما اتكلم على عادل عزت اشتراط الخبره النشطه يعني شوف هي جت يمكن ثلاث اشياء قد تكون الخبره هذه مفصله على شخصيات في البدايه وليست على 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 سي في كامل يضع لها الشخصيه الاعتباريه هذا المكان وضحت انت طيب ايش تبي توصل يا سالم انت ايش تبي توصل قول انت ايش رايك بس اساله عضو الاتحاد فرحت اني قبل لا لا, 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 لا شوف عشان اعطيك اياها مره ثانيه احنا سواء انتخاب لا بس انا سؤالي ليش انتخاب عبد الرحمن يقول انت ايش تبي توصل له اي انا يعني يكون في لائحه وفي نظام فجاه تطلع لنا الخبره النشطه وتحديد عمر معين وسن عفوا سنوات معينه تغيرت يمكن أيه؟ تغيرت ثلاث مرات في اللائحه مع انها ارسلت للاتحاد الدولي وتم اعادتها مره ثانيه وصياغتها واعاده اللوائح فيها مقتنع فيها انت شوف انا 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 انا, أنا جيت قريب من لا انا جيت في 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 مرحله انتخبت من الجمعيه العموميه من خلال الانتخابات في روابط اللاعبين اوكي لا انا اسالك أنا على الروابط انا اسالك على انا كنت من اهم الاشياء اللي كنت اطالب فيها روابط الانديه روابط الحكام روابط اللاعبين هذه مهمه في كل ليش ماتت الان يا كابتن قد يكون لكل مرحله لكل مرحله يعني اشخاص القائمين عليها ولهم منظور لكن لو تعاد لي مره ثانيه انا اضع الامور الاهم انه الاشخاص القائمين او على او المتخصصين في هذا المكان يجب ان يكون افضل من غيره فيها 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 في هذه المرحله طيب فيصل المطرف تبي تضيف شيء على الموضوع اللي قبل شوي فتحناه على الدوري والحديث الاوروبي اللي قبل شوي عبد العزيز نقله لنا من خلال والله كثير من والله محمد قال نقطه مهمه قال انه السجال اللي يصير يعني هو سجال صحي اذا ما كان تجاوز اذا نعم. ما صار في تجاوز ما في تعصب ما في اساءات أي. ما في تعدي هذه بالعكس امور صحيه لكن انا اعتقد انه أو أكاد أجزم أنه الأمور راح تصير بالشكل الصحيح بإذن الله كون وزارة الرياضة متواصلة بشكل مستمر مع وزارة الصحة ويقودها شخص رياضي بقيمة وقامة سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وأيضا بتواصل مستمر أكيد مع أيضا الاتحاد السعودي لكرة القدم
بالإضافة أنا أعتقد ونتمنى إن شاء الله الصحة والسلام للجميع، إن شاء الله أنه زوال هذا الفيروس في أقرب وقت، ولكن أيضا أعتقد أنه وجوده في نهاية الموسم يمكن قد أربك أيضا المنافسات. يعني الآن يعني تقريبا على مشارف نهاية الموسم الرياضي، وأيضا دخوله مع يمكن التحضيرات المنافسات الموسم القادم قد يربك أيضا كثير من رزنامة كثير من البطولات. لكن أعتقد أنه الآن التركيز هو لابد على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مع وزارة الصحة ومع الجهات ذات الاختصاص. الآن هذا يكون تركيزنا، والبث الرسائل التوعوية والتثقيفية للمجتمع، واللي من ضمنهم المجتمع الرياضي سواء جماهير أو لاعبين أو إدارات أندية، واللي أيضا قدموا رسائل أكثر من إيجابية اليوم بعد هذا القرار التاريخي اللي صدر اليوم. أهتان يمكن قال نقطة أنه القادم واضح أنه هذا القرار بيكون موجود في اللائحة عطفا عليه الظروف ممكن تحدث يعني تم فيها إيقاف الدوري، أنه نستفيد يعني من المرحلة هذه حتى على مستوى اللائحة. والله شوف أنا أرى من وجهة نظري أنه الدوري قد يستأنف يمكن تقريبا وجهة نظر شخصية يمكن بعد شهر من الآن. أي طبعا حسب التقارير على موضوع الفارس يعني بعد شهر إذا كانت الأمور بإذن الله إن شاء الله بإذن الله تشير إلى مؤشر جيد، يعني كان في تحسن في الوضع العام إن شاء الله، وهذا إن شاء الله فيه بوادر إيجابية. أي الأهم من هذا وذاك كما تفضل الزملاء، يعني الأهم أنه إحنا نبعد الميول ونظرتنا من جانب عاطفي، لازم إحنا نشوف المصلحة العامة إيش تقول. الآراء بإذن الله تعالى إن شاء الله أنه لن نحتاج أنه يصدر قرار بإلغاء الدوري أو إيقاف الدوري لفترة أطول، يمكن تقريبا إن شاء الله بإذن الله الأمور لزوال، هي فقط عملية. تتوقع أنه ممكن يوم نبعد الميول ونحكم بهالطريقة؟ عفوا؟ تتوقع أنه يوم في مثل هذا الموضوع انه ما يدخل فيها ميول؟ ميول لا، على كل خلنا نقول الاعلام لا شو انه يكون الحكم مهما كان القرار انه يكون للمصلحه العامه ما يتخذ على مستوى ميول او يصنف على الميول. حتدخل الميول، الميول لا يمكن ضروريه نضعها بجانبها، حيكون موجوده المشكله حتى ما في الميول. كيف القرار ذا في ميول؟ المشكله كيف الغاء الدوري لو تم بعد شهر، المشكله كيف تدخل في الميول؟ المشكله مش في الميول الحين، اتركنا من الميول. ترى معي ثلاث دقائق على الختام، يلا برضو عندي الحديث لازم على ما هذا الوقت، هذا استهداف، أنا اللي ماسك الساعة، هذا استهداف واضطهاد ولا لا؟ أنت مستهدف. أنت مستهدف. أنا أقول المشكلة وش هي، يعني أنا مثل ما قلت إحنا كإعلام علينا مسؤولية كبيرة خصوصا في القضايا اللي مثل هذه ما تحتمل على ما قال لا المزح ولا الهرج ولا غيره، يعني أنت في النهاية مواطن يعني، وأنت جند من جنود البلد، يعني ما يحتاج كل واحد في مركزه، يعني حتى مثلا غير العسكري، احنا ما شاء الله نشوف حتى اللي في الحد الجنوبي الان نستذكرهم، الحقيقه هم الان في الحقيقه في موقف بطولي مشرف. صحيح. اللي في الحد الجنوبي الان يعني هم الان ما شاء الله عليهم، نقول كثر الله خيركم واحنا مدينين لكم وانتم على روسنا. في نفس الوقت انا اقول لك مشكلتنا في الاعلام، البعض يعني منك يرى نفسه مؤثر، هذه مشكله، يعني انت لما تعتقد انك مؤثر أو مثلاً رأي عام تبغى تأثر على قرار دولة، يعني يجب أنك تعرف مقامك أنت يا الإعلام، أنا أتكلم عن نفسي وعن كل الآخرين. نعم. يعرف ترى أنت وين، وش تأثر المملكة العربية السعودية يا رجل بقرار تهز العالم، أي بتصريح توقف العالم. ممتاز. وإحنا شفنا المؤتمر منظمة الأوبك الأخير كيف كان موقف المملكة العربية ممتاز. السعودية وقفت بكل حزم وبكل قوة أمام مين؟ أمام روسيا، ثاني قوة عسكرية في العالم. أساس بس الرسالة تصل للجميع ليعرف إن حجم ومكانة المملكة العربية السعودية. إذا من أنت عشان تأتلي وتأثر على قرارات مصيرية للدولة؟ لا. من أنت؟ طيب. هذا اللي يجب أن يعرفه، ونتحمل المسؤولية لنقف مع ما تقرره الدولة، ما يكون في مصلحة الوطن والمواطن، وهذا ما نشاهده ونقول ان شاء الله ان هذه ازمه وبتعدي، وهذا دورنا ان احنا نشارك فيه ان شاء الله. يعني هذه المره وهذه التجربه وهذا الاحداث اللي صارت وهذه الازمه واداره هذه الازمه اعطتنا كثير من الفخر على مستوى المملكه العربيه السعوديه في اداره هذه الازمه، على الثقه الكبيره في كل اجهزه الدوله، على المواطن السعودي، على ثقته، على وعيه، على وزاره الصحه، العمل اللي تقدمه، على الجنود
البواسل على الحدود في كل في اكثر من تجربة. احنا ولله الحمد دائما نفخر بكل اجهزتنا على مستوى الدولة، نفخر بإدارة الأزمة، إدارة الحشود، كل التفاصيل اللي كانت الحمد لله في الأيام الماضية كانت مدعاة للفخر. شكرا لكم. أهم شيء عبد الرحمن بس طبعا. أخيرا نقول ناخذ المعلومة من جهات الرسمية، هذا مهم، أيدك من وزارة الصحة، من المنصات الرسمية، من المتحدث الرسمي وزارة الصحة، والحمد لله الآن نفخر أن وزير الصحة ومعالي وزير الصحة يتواصل رسميا مع المجتمع السعودي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم ضيوف اليوم على وجودكم معي في الحلقة. شكرا على كل الآراء اللي طرحت. شكرا لكم أنتم على المتابعة. في أمان الله.